أنا الآن سامعك كويس، هل سامعني كويس؟ نعم دكتور، سامعينك وشايفينك، ممتاز. شكرا. الآن يعني الموضوع كويس، ولكن أنا زي ما قلت لك ممكن المشكلة عند إخوتنا، يعني عند يعني إخوتي في الجزائر، لأنهم عندهم نفس المشكل بتاعي. ممكن الإنترنت تأتي وتنقطع، ليست المشكلة في الباقة، المشكلة في التشويش الحاصل بسبب امتحانات الثانوية العامة. فبالتالي أنا يعني كل واحد وظروفه، ولكن يعني اللي عنده مشكلة وكذا ممكن زي ما قال الأخ أحمد يخرج ويعاود يلتحق زي ما عملت الآن يعني، أو يبعث السؤال تاعه على الشاطئ إنه حاول أجاوب عليه. المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي يسمعني يعني أنتم مرحب بكم جميعا، وشكرا جزيلا للالتحاق بمنصة الزوم يعني، ومرحبا بأسئلتكم في الفيزياء النظرية. وعليكم السلام، أنا دكتور. وعليكم السلام. أول سؤال ورد من الأستاذ أنس، كان عم يسأل إنه اللي حابب يختص بالفيزياء النظرية شو هي أفضل المجالات؟ هل الكم أم النسبية أم الأوتار؟ شوف، على حسب يعني الموتيفيشن تاع الشخص هذا. أنا كما قلت الأخ الكريم أحمد في يعني هذا كإجابة تفصيلية للأخ أنس، أنا كتبت فيما سبق مقال يتكلم عن أينشتاين وديراك. فأينشتاين هو مثال لشخص عنده خيال عظيم وعنده يعني قدرة تخيلية كبيرة ورياضيات على قده زي ما نقول إحنا يعني، لأنه أخذ فترة طويلة علشان يتعلم الرياضيات باش يصير يعني ما يسمى النسبية العامة، واحتاج إلى مينكوفسكي في صياغة النسبية الخاصة، واحتاج إلى صديقه جروسمان باش يصير يعني علشان يصير النسبية العامة. فهذا شخص حدسي، عقل حدسي انتويتيف. الآن عندنا ديراك، ديراك عنده يعني قدرة رياضية عالية جدا، وعنده قدرة يعني أنه ينتقل ما بين الفيزياء ويكتبها ويترجمها بلغة رياضية يعني دقيقة جدا، ولكن الحدس يعني مش نقوله على قده، ولكن قليل يعني أقل من حدس أينشتاين. فبالتالي عندنا كأنه نوع في الفيزياء النظرية أو الفيزياء النظري، عندنا نوعين من العقول، عقل حدسي وعقل رياضي بحت. الوحيد الذي جمع ما بين العقلين هو نيوتن، لأنه نيوتن كان عنده حدس عظيم وكان عنده ما يسمى رياضيات يعني قوية، لأنه هو اللي أسس التكامل والتفاضل. فإذا الشخص على حسب يجب أن يعرف نفسه، يعني ما يكذبش على نفسه. لازم تسأل نفسك، هل أنت عندك قدرة تخيلية عظيمة فأنت عقل حدسي مشابه لأينشتاين، أو أنت عندك رياضيات قوية جدا وعظيمة فأنت يعني مشابه ديراك. فإذا كانت عندك رياضيات قوية جدا وعظيمة فأنا أنصحك بنظرية الأوتار والجاذبية الكمية وإلى غير ذلك. وإذا عندك يعني ما يسمى حدس كبير ورياضيات أقل فأنصحك بالكوسمولوجي وميكانيك الكم وأمورات كهذه يعني. هذا باختصار، زائد أنه في الشخص في حد ذاته عنده اهتمام، عنده ممكن بعض الألغاز يعني يهتم بها أكثر من ألغاز أخرى، ممكن مهتم بألغاز الانفجار الكبير والثقوب السوداء وكذا أكثر من ما لغز التوحيد يعني. فبالتالي يجب أن يروح يعني يذهب إلى الكوسمولوجيا أكثر من نظرية الأوتار. ولكن كما قلنا الطموح أو الموتيفيشن ليس كافيا، لأنه يجب أن يكون لديك طموح، ولكن القدرة. يجب أن تعرف نفسك قبل ما تبدأ الفيزياء النظرية، هل أنت عقل حدسي أم عقل يعني رياضي تخيلي بحت؟ جميل جدا التقسيم دكتور بين العقل الحدسي والعقل الرياضي، معناها نتأمل إن شاء الله تعالى إنه حدا يجي يكون عنده القدرتين، الحدس والعقل الرياضي، بحيث يقدر يوحد لنا الكم مع النسبية تنحل مشاكل الفيزياء. والله شوف، هذا موضوع صعب جدا يعني، مانيش عارف يعني، ممكن الله سبحانه وتعالى، هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى إنه يرسلنا شخص كهذا. ولكن الآن لو تروح مثال أعظم الفيزيائيين النظريين الموجودين حاليين، فهم موجودين في برينستون يونيفرستي في انستيتيوت فور ادفانس ستادي، اللي هو معهد الدراسات المتقدمه في جامعه برينستون، واكبر الاسماء في نظريه الاوتار والاشياء الاخرى كادوارد ويتن وخوان مالديسينا ونيماركاني حامد ونايثن سايبرغ واسماء اخرى. ففي عقول رياضية بحتة كإدوارد ويتن مؤسس نظرية الأوتار وما يسمى نايثن سايبرغ،
وفي عقول حدسية عظيمة جدا زي نيما أركاني حامد وما يسمى خوان مالدسين الذي أسسوا يعني الـ ADS-CFT Correspondence ويحسبوا ما يسمى التصادمات أو Scattering Amplitude بطريقة أخرى يعني. فدائما تلاحظ حتى في العصر الحالي يقول لك رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فإدوارد ويتن عارف أن الخيال بتاعه مش خيال، هو الشخص هو عقل رياضي أكثر من حدسي، وخوان مالدسين عارف أنه هو عقل حدسي أكثر من رياضي. هذا نعم. أعظم الأسماء. فنحن يعني ما بين هذه الواحد لازم يعني يتواضع ويعرف قيمة نفسه يعني. صدق دكتور صدق. سؤال آخر من سمح لي الأخ أحمد فقط للإفادة من فضلك يا تعطيني إذا ما أعرفش إذا أنت تعمل ريكوردين أو تعطيني البرميشن أعمل ريكوردين علشان بدأنا التسجيل. نعم بدأنا التسجيل دكتور من أول سؤال. أوكي نعم. طيب السؤال التالي من الأستاذة ليان وعذروني إذا فقط قبل ما تروح الأسئلة، هل الإخوة هذه سواء أن الأخت ليان أو كذا إذا كانوا موجودين يعني فيهم يفتحوا المايك ويطرحوا السؤال يعني علشان ما يكونش كأنه هوست يتكلم يعني كأنه شخص يتكلم بدلهم؟ أنت ممكن يعني مع احتراماتي الأخ أحمد ممكن تتكلم على الناس اللي عنده مشكلة في النت وعنده مشكلة في الصوت، أما كاين إخوة زي الأخ أحمد وجاسم وكذا اللي هم معانا من قبل عندهم قدرة على التكلم فممكن يطرح السؤال يعني دايركت يعني. نعم هو دكتور هيك بعض الإخوة والأساتذة الأفاضل طيبين الإذن بالكلام فراح يسألوا سؤال صوتي، ولكن وردت بعض الأسئلة على الشات فنحاول ننهيها ومنحاول نعزز فكرة أنه تكون الأسئلة صوتية، ولكن يبقى من غير قادر بسبب أو لآخر ممكن ناخذ سؤاله على الشات. فحاليا في عندنا سؤال على الشات من الأستاذة ليان عم تقول أنه أعلم أنه أحياناً لا يجب أن نتخيل أو أن نحاول إسقاط الظواهر الكمية على واقعنا ونحاول تشبيهها بشيء منه، لكن ربما يمكننا الخوض قليلاً أو سطحياً في مجال الجرافيتون وعلاقته بالكتلة أو بالأحرى الطاقة. يعني الأخت ليان عاوزة يتكلم على موضوع الجرافيتون ولكن أحاول أبسطه يعني بطريقة أنه ينزل للعالم الواقع يعني، هذا ما فهمته من السؤال يعني. هذا صحيح. نعم هي أكملت، لا أعلم إن كانت هذه المعلومات متوفرة في الساحة العلمية بالرغم من أننا ما زلنا في بداية تحسسنا عن احتمالية وجود هذا الجسيم، لكن ما الذي تعتقده حول هذه العلاقة بين الكتلة أو الطاقة أو بوزون هيكس مع الجرافيتون؟ هل يمكننا أن نقول أنها علاقة تجاذب بحيث تجعل كتلة أو طاقة الجسم تتغلغل بينها أي بين هذه الجرافيتونات فتجعل الزمكان يتوسع شيئا فشيئا بحسب حجم الكتلة الموضوعة عليه وهذا هو الانحناء في الجاذبية، أم هي علاقة تنافر بحيث تحاول الجرافيتونات الابتعاد قدر الإمكان عن طاقة ذلك الجسيم أي أو من بوزونات هيكس ما يجعل النسيج يتمدد فيحصل الانحناء؟ يعني سؤالها يبدو عن العلاقة بين الجرافيتونات والتي هي ما زالت جسيمات افتراضية والبوزونات هيكس المسؤولة عن الكتلة والتي ثبت تجريبيا وجودها. أول شيء أنا دائما لما يسأل شخص سؤال أطلب منه تفصيل هل هو شخص هاوي أو شخص مختص، لأنه الإجابة تكون على قدر يعني السماع تاعه. إذا كان هاوي ممكن أبسط الموضوع لدرجة كبيرة جدا، إذا كان يعني سؤال مختص فأحاول أعطي له يعني technical يعني ما يسمى words كلمات تقنية واضحة هو يفهمها، ولكن مدام نحن يعني 40 واحد فنحاول أنه نبسط الموضوع إلى كافة الناس يعني. شوف ممكن أن تمسك العصا من الوسط دكتور. طبعاً نمسك العصا من الوسط دائماً. شوف الآن عندنا ما يسمى المزيج ما بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة النسبية الخاصة، لما تمزج ما بين النسبية الخاصة تمزج ما بين ميكانيكا الكم فتتحصل على نظرية الحقول الكمية أو quantum field theory. صح. الآن quantum field theory هذه لما تضيف لها تناظر symmetry، لأنه شرحت يعني ممكن أنه أكتب الأخ الكريم فقط لما أكتب قل لي هل الكتابة واضحة ولا لا فقط للناس يعني لأنه ممكن الكتابة توضح أحسن. أوكي نعم
هلا حاليا صورتك شوي بطيئة دكتور، في ضعف على ما يبدو، في ضعف بالنت. عندك مشكلة؟ يعني قصدك من الأحسن أكمل صوت أحسن من الصورة؟ أعتقد، أو على الأقل هيك الوضع عندي، ما بعرف إذا بقية الإخوة بيطمنونا على وضع الصورة عندهم. على كل حال أستاذ الأيان جاوبتنا كمان بالنسبة للسؤال حضرتك، أنا هاوية فقط ولكن أدرس في السنة الأولى تخصص فيزياء. إذا هي في أول خطوات طريق التخصص في الفيزياء. أوكي، ما فيش مشكلة. الأخت ليان يجب أن تعرفي أنه نظرية الحقول الكمية الآن لما نضيف لها تناظر، لأنه كما شرحت معظم الناس كتبت مقالات، الفضاءات space هما نوعين. هلا تكبزون هيك. نعم. ما في شيء دكتور، صار تشويش. ففي الفضاءات في نوعين، في فضاء ما يسمى فيزيائي حقيقي اللي هو space time اللي هو الزمكان اللي هو الكون، وفي فضاء ما يسمى رياضي بحت تخيلي اللي هو يعني mathematical abstract space، يعني كفضاء هيلبرت مثال. الآن السيمتريز التناظرات هي تكون يعني تعيش على الفضاءات. إذا فما دام عندي نوعين من الفضاءات، فإذا موجود نوعين من السيمتريز يعني من التناظرات. التناظرات تعيش على الفضاءات الفيزيائية الحقيقية اللي هي الزمكان، وفي تناظرات تعيش على يعني ما الفضاءات الرياضية التخيلية البحتة. التناظرات الأولى التي تعيش على الزمكان اسمها Space Time Symmetries اللي هي ما تلخصها في Lorentz Transformation، تحويلات Lorentz زائد ما يسمى زائد الانسحابات يعني التي تجمع في تحويلات بوانكاري. أما الآن في التناظرات التي موجودة في الفضاءات الرياضية التخيلية البحتة اسمها عموماً يعني نحن نهتم اسمها التناظرات المعيارية أو الجيج سيمتري. الآن لما نضيف نظرية الحقول الكمية كنظرية، وهي نظرية تصف حركة الجسيمات الصغيرة جداً التي سرعتها قريبة يعني سرعتها قريبة لسرعة الضوء يعني، ولهذا قلت لك نظرية الحقول الكمية نحن نجمع ما بين شيئين، نجمع ما بين ما يسمى ميكانيك الكم لأن الجسيمات صغيرة جدا، ونجمع ما بين النسبية الخاصة لأن السرعة كبيرة جدا يعني مقارنة بسرعة الضوء. إذا نظرية الحقول الكمية تدرس هذه الجسيمات، لما نضيف التناظر المعياري يعني اللي هو تناظر داخلي، ماذا نتحصل على نظرية الحقول المعيارية أو الجيج فيلد ثيوري. الجيج فيلد ثيوريز نظريات الحقول المعيارية لكل يعني فقط للتبسيط لكل قوة، ما دام عندنا أربع قوى لكل قوة يفترض أنه لدينا نظرية حقول معيارية أو جيج فيلد ثيوري. في حالة الكهرومغناطيسية لدينا الكوانتم الكترودينامكس او نظريه يعني الترجمه مش عارف كوانتم الكترودينامكس الالكتروديناميك الكمي، وعندنا ما يسمى في القوه النوويه القويه لدينا الكوانتم كروموداينامكس اللي هي كيو سي دي، ولدينا فيما يسمى الويك انتراكشن حتى هي لديها ما يسمى نظريه حقول معياريه اي نظريه حقول كميه زائد تناظر معياري. اما بالنسبه ل وكل يعني باش نختصر التناظر المعياري ماذا يفرض؟ يفرض انه لما تضيف نظريه الحقول الكميه هذه يفرض انه البوزونات او الجسيمات الناقله للقوه يجب ان تكون كتلتها تساوي الصفر. اذا فالقوة الأولى اللي هي الكهرومغناطيسية إذا أضفنا التناظر المعياري لها، التناظر المعياري هذا يفرض على البوزون المسؤول عليها اللي هو الفوتون أن يكون أن البوزون، ما زلت الأخ أحمد تسمع فيه؟ نعم سامعينك دكتور. فيفرض على الفوتون المسؤول على القوة الكهرومغناطيسية بسبب التناظر المعياري أن الفوتون تكون الكتلة بتاعه نظريا يعني تؤول إلى الصفر، الروح إلى القوة النووية القوية أيضا بسبب التناظر المعياري
تفرض أنه البوزون أو الجسيم الحامل للقوة النووية القوية اللي هو الجلوونز تفرض عليه أيضاً أن تكون كتلته تساوي الصفر. وبالنفس ونفس الشيء بالنسبة للجاذبية، فالتناظر المعياري يفرض أنه الجرافيتونات يجب أن تكون كتلتها تؤول إلى الصفر، وبالنسبة أيضاً إلى ما يسمى بوزونات القوة النووية الضعيفة اللي هما W0 وأن اللي هما W بلس وماينس وزي زيرو، أيضاً تتطلب أنه الكتلة تاعهم تكون معدومة تساوي الصفر. ولكن تجريبياً تفاجأنا أن القوة النووية الضعيفة الجسيمات المسؤولة عن حمل هذه الطاقة اللي هما البوزونات W بلس و W ماينس و Z زيرو ليست يعني كما تنبأنا نظرية الكتلة تاعها صفر، بل الكتلة تاعها كبيرة جداً، ويجب أن نفسر هذا الموضوع نظرياً. فجاء هيكس ويعني فرض ما يسمى ميكانيزم هيكس أو حقل هيكس، بحيث أنه ماذا يحدث؟ أنه هذا الحقل أو هذا ما يسمى البوتنشال الكومون تاع هيكس يكسر، لأنه التناظر المعياري هو الذي نعم تفضل دكتور. لأنه ما يسمى التناظر المعياري هو الذي يعدم الكتلة، ونحن عندنا تجريبياً بالنسبة للقوة النووية الضعيفة عندنا كتل، فبالتالي الحل الوحيد أنه يجب أن يوجد كومون معين potential أنه يكسر أو ميكانيزم آلية معينة تكسر التناظر المعياري، ولكن بطريقة يعني لحظية، بحيث أن الجسيمات الأخرى اللي هي البوزونات وما يسمى والجلوونز التي الكتلة تاعها تساوي الصفر لا يعني لا ترى هذا الانكسار، وبالتالي فميكانيزم هيكس اللي يخرج عنه يعني هيكس بوزونز هو عبارة عن آلية لكسر التناظر المعياري مؤقتاً أو بطريقة لحظية لإعطاء ما يسمى طاقة، لإعطاء الكتلة للجسيمات. أما بالنسبة لسؤالك يعني هذا فقط كشرح عام حول هيكس بوزون وعلاقته. أما جرافيتون على حسب نظرية الحقول المعيارية أو جيج فيلد ثيوري يجب أن تكون كتلته تؤول إلى الصفر. أما علاقته بهيكس بوزون يعني هذه يعني في بعض الناس عملوا ما يسمى حسب وحسابات، زي ما عمل ما يسمى فالتمان وتوفت يعني في سنة في السبعينات. توفت حصل على جائزة نوبل يعني هو هولندي، وفالتمان هو السوبرفايزر تاعه، حسبوا الانتراكشنز يعني اللي هي وان لوب انتراكشن ما بين الجرافيتونات وحاجات اخرى، وتوصلوا انه كاين ما لا نهايات، يعني انه كاين مقادير فيزيائيه غير معرفه، وفشل الموضوع. إذا نحن في انتظار نظرية جاذبية كمية يعني تحل هذه المشاكل. لحد الآن هناك نظرية الأوتار ونظرية الحلقات الثقالية، ولكن لكل منها في مشاكل، وأهم مشكل هو التجربة. ولكن أعظم مشكل نظري أنها ما عندهاش مبادئ أو ما عندهاش مسلمات كالنسبية الخاصة والنسبية العامة وميكانيكا الكم، لأنه ميكانيكا الكم عندها مسلمات والنسبية الخاصة والعامة عندها مبادئ. فبالتالي كل نظرية ثورية تأتي للتوحيد أول شيء أول شرط أن تأتي بمبادئ ومسلمات. تفضل. تمام دكتور. نأخذ سؤال أستاذ جاسم. تفضل. ألو السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام أخ جاسم. تفضل. السلام على الحضور. شكرا جزيلا دكتور محمد على هذه الندوه، والحقيقه بها فائده كلش كبيره. احنا المهتمين بعلم الفيزياء والكيم وبالنسبيه، حقيقه سؤالي هو انه واحده من اهم مبادئ اي ميكانيك انه يكون هناك فضاء سبيس. السؤال كيف نؤسس لهذا الفضاء، وما هي الادوات الواجب توفرها لتاسيس هذا الفضاء؟ شكرا جزيلا. انا شرحت الموضوع هذا الاخ جاسم يعني من قبل، يعني تاسيس الفضاء اصلا شوف
هو ان شاء الله احنا عندنا دوره كما قلنا وراح ياتي وقت يعني وحنصل الى الموضوع هذا، ولكن تاسيس الفضاء يجب اول حاجه انه نعرف ما هي الكائنات الرياضيه التي تعيش فيما يسمى في هذا الفضاء. مثال اذا انت من الاخ احمد، انت اللي تدخلت ولا في شخص؟ لا دكتور، الاساتذه الافاضل لو سمحتوا ما يكون في فتح للمايك الا وقت السؤال لحتى ما يحصل تشويش على كلام الدكتور، فقط صاحب السؤال ممكن يفتح السؤال. تفضل دكتور. الاخ جاسم معك معي؟ نعم دكتور معك. قلت لك اول شيء يجب ان تعرف نوع الكائنات الرياضيه التي تعيش فيما يسمى في الفضاء تاعك. يعني معظم الفيزيائيين النظريين يحتاجون الى الاشعه او المتجهات، انه الفضاء تاعو يكون مليء بالاشعه وتعيش عليه اشعه. اذا يجب تحديد نوع الفضاء. معظم الفيزيائيين يستخدموا الفيكتور سبيس، هذا رقم واحد. رقم اثنين يجب ان تعرف البيزس يعني القاعده او البيزس بتاعك، يعني تعرف اشعه الوحده وتعرف ان يعني تعرف انهم يعني تثبت انهم لينير اندبندنت، انهم مستقلين خطيا وانهم يشكلوا ما يسمى يعني قاعده. بعدين تعرف ابعاد ما يسمى دايمنشن تاع سبيس تاعك. واهم شيء انك يعني يجب ان تعرف الفرق ما بين الفضاء والفضاء المزدوج، لانه كل فضاء تاسس له يجب ان يكون له فضاء مزدوج او دوال سبيس. اعطيك مثال، نروح الى يعني الامثله اللي معتادين عليها، نروح الى ما يسمى مينكوفسكي. مينكوفسكي اسس فضاء لاينشتاين، صح؟ فتقول لي اين ما يسمى فضاؤه المزدوج؟ في فضاء وفي فضاء مزدوج. فضاء المزدوج لو تلاحظ لما نكتب الرموز بتاع النسبيه الخاصه تكتب الفيكتور اللي هو رباعي الابعاد، لانه عندك اربع ابعاد، لما تكتب الفيكتور تكتب الرمز تحته وتقول هذا كونترا فارينت او كوفارينت، قول عليه كوفارينت. ولما تكتب ما يسمى الفيكتور نفسه الشعاع نفسه وتكتب ما يسمى يعني الرمز فوق فتسميه كونترا فارينت. فبالتالي في عندك شعاع يعيش فيما يسمى في الفضاء العادي الاوردينري سبيس، وفي فضاء دوال سبيس يعني عايشين. اعطيك مثال، ولماذا نشترط وجود الفضاء والفضاء المزدوج؟ لانه يجب ان تاخذ متجها او فيكتور شعاع من ما يسمى من الفضاء المزدوج وتضربه فيما يسمى في يعني في شعاع اخر، يعني تعمل جداء بينه وبين شعاع اخر في الفضاء العادي علشان يعطالك سكيلر برودكت، الجداء السلمي. يعني نشبهها لك بمثال تبسيطي لكل الناس. افرض عندك بيت، البيت هذا كبير جدا وفيه نساء وفيه رجال ومختلطين، وانت عاوز اطفال او اردت اطفال، فالشرط ماذا تعمل؟ انك تقسم يعني البيت بتاعك الى نساء وتقسمه الى رجال وتقوم بتزويج كل رجل الى امراه علشان يعطيوا لك طفل. فبالتالي هذا هو مبدا الجداء السلمي. يجب ان تقسم فضاءك الى نوعين. سبحان الله، كان الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين حتى في الرياضيات. لا يمكن ان تضرب الشعاعين في نفس الفضاء، يجب ان تخلق ان تؤسس الى فضاء مزدوج له عناصره، فتاخذ عنصرا من الفضاء المزدوج وتضربه في الفضاء العادي لكي يعطيك ما يسمى الرقم او سكيلر برودكت. وحتقول لي ما هي فائده سكيلر برودكت؟ هي المسافه، الجداء السلمي هو اللي يحدد لك المسافه، وكل النظريات الفيزيائيه تبدا من المسافه، لانه اذا ما عرفتش المسافه ما بين عنصرين في الفضاء تاعك لا تعرف السرعة ولا تعرف التسارع ولا تعرف أي مقدار فيزيائي. إذن علشان تعرف المسافة اللي هي الأهم شيء ما في الفضاء تاعك أو البعد ما بين
نقطتين في الفضاء تاعك، فيجب أن تعرف الجداء السلمي، والجداء السلمي هو أحد شروط تأسيس الفضاء، فيشترط عليك أن تؤسس الفضاء والفضاء المزدوج. مفهوم لحد الآن؟ إذن فشروط تأسيس الفضاء الأخ جاسم أنك تعرف الكائنات التي تعيش عليه، سواء فيكتورز، سواء تنسرز يعني ممتدات، سواء سكيلرز، لأنه في سكيلر فيكتور، في ما يسمى تنسر فيكتور، تنسر سبيس، في تنسر سبيس، في فيكتور سبيس، على حسب الكائنات التي تعيش عليه على الفضاء تاعك. في سؤالي. شكرا جزيلا دكتور. هل الأمورات واضحة؟ يعني يجب أن واضحة دكتور، واضحة، يجب واضحة. أن تعرف القاعدة يعني البيزس، زي الفضاء الإقليدي عندك IJK، يجب أن تعرف يعني القاعدة، يجب أن تعرف الأبعاد، ويجب أن تؤسس للفضاء والفضاء المزدوج لكي تحدد الجداء السلمي والجداء أعطيك مثال على الجداء السلمي والفضاء والفضاء المزدوج. ديراك لما أسس مثال هيلبرت سبيس، بعدين نعرفها إن شاء الله في المستقبل، أنه الفضاء المزدوج البراء في الكات، أنت عندك البراء عنصر اخترعه اسمه البراء مضروب في الكات، فالبراء يعيش هو فقط شعاع يعيش في الفضاء المزدوج تاع هيلبرت سبيس، وعندك الكات هي شعاع يعيش في الفضاء العادي تاع هيلبرت سبيس. لما نضرب البراء في الكات فيعطيك المسافة ما بين يعني الشعاعين في هيلبرت سبيس. شكرا جزيلا دكتور، واضح. شكرا جزيلا. العفو أخي جاسم. ناخذ سؤال استاذ احمد. تفضل اخ احمد. سؤال للدكتور، ازاي من شخص هاوي للفيزياء النظريه مثلا النسبيه انه يتحول من شخص هاوي لمتخصص مع انه ما بدرسش فيزياء تخصص؟ فاهمك، ولكن هل الشخص هذا يعني لما تقول هاوي، هل هاوي وله قدرات رياضية وكذا، ولا هاوي فقط وهو على باب الله يعني طالب ربنا وقال بسم الله؟ لا لا يا دكتور، هو هاوي هو درس رياضة قبل كده، بس لكن الرياضة بتاعته مش يعني قوية نوعا ما، يعني متوسطة، مش قوية نوعا ما. يعني هو الحاجة اللي أنصح بها أنه يحاول أول حاجة يعني يبدأ بالكتب البسيطة جدا، أعطيك في الكوانتم ميكانيكس، ولا يعني في الجنرال يعني سبيشال ريلاتيفيتي، ولا جنرال ريلاتيفيتي، ولا حتى سترينج ثيوري، في كتب مبسطة جدا يعني ديمستيفايد، يعني تحاول تبسيط هذه المفاهيم، ولازم يبدأها. وأنا أنصحك يعني على حسب خبرة يعني أنه شوف الأمورات اللي تنفعك أكثر، ممكن اليوتيوب أكثر، لازم تشوف محاضرين. أنا ممكن إن شاء الله لو تواصلت معي عن لك أشياء على حسب الأشياء اللي عاوز تعرفها، أشياء تبسيطية جداً تخليك تتمكن سواء من الرياضيات أو الشيء اللي عاوزه. لأنه شوف أخي الكريم، الفيزياء النظرية سهل أنه يعني ممكن تقرأ المعلومة، ولكن في عمق وراء المعلومة، العمق هذا لازم الشخص يدرسه لك، أو تكون عندك أنت قدرات يعني خارقة للعادة. أعطيك مثال يعني بعض يعني معادلة شرودينجر هي واضحة لما تشوفها، هي AH بار في بساي على DT تساوي الهاميلتونيان في بساي، وتشوفها ممكن تفهمها ممكن تعرف كلها، ولكن العمق بتاع من وراءها ماذا تمثل، كيف تراها أنت، هذه يعني تحتاج واحد يعني أنك تشوفه أو واحد يدربك على الموضوع هذا. فبالتالي أنا أفضل أنك تأخذ العلم على شخص حتى ولو من اليوتيوب، أحسن من أنك تقرأ لوحدك. ممكن البدايات تقرأ حاجات تبسيطية يعني كتب تبسيطية في كل علم، ولكن بعدين يجب أن تروح المحاضرات في اليوتيوب لشخص أصلاً قاعد يتكلم عن المواضيع هذه في عمق. ممكن تتواصل معي على الخاص واعطيك بعض الامثله على حسب الحاجات اللي تحتاجها ان شاء الله. اتواصل مع حضرتك على الخاص يعني؟ طبعا ما فيش مشكله، ولكن يعني تقول لي فقط يعني اذا كان مهتم ما هو، لانه الفيزياء النظريه واسعه، مستحيل بين ليله وضحاها تاخذ كل شيء. فتقول لي مثال
أنا مهتم بالنسبية العامة مثال، فماذا تنصح ككتب؟ أعطيك بعض الكتب تبدأ بها لو عندك مشكلة فيها أيضا، أعطيك بعض الفيديوهات في اليوتيوب أيضا مرافقة لها، وبعدين نشوف إن شاء الله. خلاص متشكر دكتور. لا ما فيش مشكلة الأخ أحمد، مرحبا بك أنت وأهل مصر في أي وقت إن شاء الله. أعتقد يا دكتور أكرم كل الحاضرين هلأ صاروا متشوقين ليعرفوا اللي راح تعطيها للأستاذ أحمد، لذلك لابد من مشاركته مع الجميع. أعتقد ممكن حضرتك في منشور على الفيس أو ما شابه على مدونة، إذا حضرتك عندك مدونة بحيث ممكن تكون الفائدة عامة. ما فيش مشكل بإذن الله، وأنا أول متشوقين يعني. أهلين أخ أحمد، شكرا لك. الله يكرمك يا رب. منشوف هل تفضل دكتور. ولت مشكلة الصوت عند بعض الناس ولا لسه؟ لأن الناس تشتكي من نفس المشاكل، لأنه أنا مش أقرأ الشاطن، ممكن أنت اللي تقرأ الشاطن أكثر مني. نعم أنا عم تابع الشاطن دكتور، الصوت نوعا ما جيد، ما في مشاكل عند أعتقد الأغلبية، ولكن الصورة للأسف أحيانا بتروح نهائيا، ولما عم تجي بطيئة ومتقطعة بشكل كتير كبير، فاعتمادنا على الصوت. ممكن نشوف هل في أسئلة؟ نعم في أسئلة كثير والله دكتور، في أسئلة كثير. أستاذ علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ علي. ازي حضرتك دكتور اولا، ازي حضرتك، ومتشكر جدا يعني على المعلومات القيمه دي، يعني من غير مجامله يعني معلومات قيمه فعلا. ربنا يحفظك. حابب استفسر عن حضرتك، كنت ذكرت في الاول ان الواحد لازم يفرق ما بين يعني مثلا حضرتك جبت مثال لاينشتاين وديراك. اينشتاين كان على الجانب الانتويتيف او الجانب الحدسي اكتر من الجانب الرياضي. فانا بسال، هل حضرتك قلت برضه ان نيوتن كان جمع بين الاثنين؟ فانا كان سؤالي ان انا يعني انا واخد يعني لحد ما جانب اينشتاين، يعني جانب الحدسي او الجانب التخيلي، بحب الخيال اكتر يعني. في بعض الحياه اليوميه بحب الخيال اكتر. فانا كان سؤالي هو يعني ينفع الواحد يعني ممكن ان هو يحسن من قدراته الرياضيه بحيث انه يعني يجمع ما بين الاثنين، او هو يعني يحاول يستغل مثلا الفتره بمناسبة يعني، أو أنا بدرس الهندسة، ممكن أكون يعني الهندسة مش بدرس فيزياء تخصص، ولكن الهندسة بدرسها بشكل عام من جنرال، بس أنا حابب الفيزياء. فنفس السؤال كان الأخ أحمد كان سأله، فينفع أوجه من هاوي أو من مجرد شخص مثلا بيحب الفيزياء ويعني عنده شغف بيها، بس شغف زيادة شوية، إن هو مع إمكانيات رياضية إلى حد ما برضو مش عالية قوي، ولكن يقدر هو مع الوقت هل هو يحسنها؟ بس السؤال هنا، هل اقدر احسنها مع الوقت ومن خبره، ولا اكتفي مثلا زي حضرتك ما قلت يعني الفروع اللي هي خاصه بالفيزياء زي الكم او النسبيه او حتى السترينج ثيوري او كده؟ الاخ علي انت سامعني كويس؟ سامعني صوتك مصدر. سامع حضرتك. قلت لك الاخ علي حجاوب يعني ما تقفلش المايك. شوف أنا لو تلاحظ الأكسنت بتاعي الآن يعني ما هوش أكسنت جزائري، هو يعني أكسنت قريب للمصريين، لأنه درست مع إخوة مصريين يعني، سواء أنا بعد ما كملت في الجزائر رحت إلى جنوب إفريقيا. ف أيوة دكتور. دكتور محمد سامعنا؟ دكتور محمد للأسف يبدو مشاكل الإنترنت رجعت عاودت تأثر على الاتصال مع دكتور محمد. يبدو الاتصال انقطع عن الدكتور محمد. ممكن ننتظر دقائق اذا تكرمتوا لبين ما يرجع يعاود الاتصال.
نرجع نذكر حضراتكم بإمكانية إرسال الأسئلة للي عنده مشاكل في الصوت على الشات، ممكن يبعثها كتابة. طبعاً المداخلة الصوتية ممكن تكون أكثر تفاعلية وأفضل في إيصال الفكرة اللي بذهنكم، ولكن من نتعذر عليه استخدام الصوت ممكن نستعين بالكتابة. أيضاً منذكر بأنه الجلسة راح تكون مسجلة إن شاء الله، وراح نشاركها معكم لاحقاً إذا الله يسر، بحيث أنه من واجه صعوبات أو ما تمكن من حضور كامل الجلسة ممكن يعاود حضور هذا الجزء اللي فاته بالتسجيل. الجلسة مسجلة مثل ما ذكرنا، راح نشارككم الرابط إذا الله يستر بعد ما ينتهي التسجيل، سيتم رفع على اليوتيوب وإرسال الرابط بنفس المجموعات اللي تم مشاركة فيها دعوة جلسة اليوم. فممكن حضراتكم بأي مجموعة الفيسبوك منضمين ممكن تلاقوا الرابط. أيضا راح شارككم إيميل مؤسسة نواة التنمية العلمية، بحيث أي حدا حابب يحصل على رابط الجلسة ممكن يبعث لنا إيميل ونرسل له الإيميل اللي فيه الرابط إن شاء الله أول ما تجهز المحاضرة. على الشات حالياً في إيميل مؤسسة نواة التنمية العلمية، أي حدا حابب يتواصل معنا بخصوص رابط الجلسة فالأمر متاح، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. بالإضافة لذلك راح يتم مشاركة الرابط إن شاء الله على جميع مجموعات الفيسبوك اللي الدكتور أكرم مشكوراً نشر فيها الإعلان عن الجلسة. فمن أراد ممكن يبقى يرسل إيميل على العنوان اللي أرسلته newsidev@gmail.com ونرسل له الرابط إن شاء الله، أو ممكن يتابع مجموعات الفيسبوك وراح يشوف فيها الرابط. أساتذتي الأفاضل، ما في داعي تتعذبوا ترسلوا عناوين إيميلاتكم حالياً، لو أمكن لاحقاً ترسلوا إيميل على العنوان اللي أنا بعته يعني نرسلكم رد على الإيميل تبعكم برابط الجلسة إن شاء الله. جلسات دكتور أكرم عادة بتكون مفتوحة، يعني طالما في أسئلة وفي متفاعلين فهو مستمر، فنحن نقدر نقول حتى الصباح أو حتى يعني نقول نشوف إنه ما ضل في أسئلة فممكن ننهي الجلسة. نتمنى بس مبدئياً دكتور أكرم يكون قادر يرجع ينضم. يبدو المشاكل التقنية تأثر بشكل واضح. برجع بذكر أنا رح أعتذر منكم جميعاً اللي عم يرسل إيميله، ما رح يكون عندي قدرة حالياً أني أخذ الإيميل، صعب تسجيله حالياً ومتابعة الإيميلات ضمن الشات. فلو تكرمتوا اللي مهتم برابط الجلسة ياريت بس يرسل إيميل على العنوان اللي بعته، راح أرجع أرسله مرة تانية في حال يعني من وجد على الشات عندكم. فبالإيميل راح ترسلوه، منرد على نفس الإيميل على نفس العنوان اللي أرسلته ومنبعث لكم رابط الجلسة إن شاء الله. أيضاً راح يتم مشاركته على مجموعات الفيسبوك اللي فيها كان خبر الجلسة اليوم.
في معنا مجموعة منيحة من الأسئلة، مجموعة من الأساتذة عاملين raise hand، طابين الإذن بالسؤال بشكل صوتي. طبعا نحاول ناخذ الأساتذة بالدور اللي طلب الإذن أو طلب السؤال أول. أيضا بالإضافة للأسئلة المداخلات الصوتية، في مجموعة أسئلة مرسلة على الشات أيضا راح يكون لنا دور إن شاء الله، راح نحاول ناخذ مجموعة أسئلة صوتية مع مجموعة أسئلة مكتوبة، بحيث قدر الإمكان ما يكون في تأخير كبير بالإجابة على الأسئلة. ولكن نتمنى أن الدكتور أكرم يكون قادر يرجع ينضم لنا إن شاء الله. بانتظار الدكتور أكرم يكون معنا إن شاء الله، وشاكرين صبركم وتقديركم للظروف الخاصة بالإنترنت عند الدكتور أكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا دكتور. الله، كارثة عظمى في الإنترنت. أنا الآن أشوف اشتريت البارحة زي ما أنت عارف باقتين، واحد 40 جيجا بايت واحد 30 جيجا بايت. واحد لما كان في كندا رحمة الله، لما جينا هنا الجزائر يعني أو الوطن العربي عموما، والله الإنترنت خاصة في المرحلة هذه. فسامحونا يعني. نرجع للأخ علي، هل لسه ما زلت هنا أخ علي؟ صاحب السؤال. دكتور تفضل. سامح لي أخي علي، شكرا جزيلا. لا العفو، تفضل. الأخ علي، قلت لك أنا درست يعني في الجزائر، وبعدين رحت لجنوب إفريقيا وعملت ماستر آخر، يعني كان عندي ماستر في الفيزياء النظرية في الجزائر، وبعدين رحت عملت ماستر آخر في الرياضيات البحتة يعني في البيور ماثيماتكس، وبعدين رحت لكندا وكملت الدكتوراه في الماثيماتيكال فيزيكس وفي سترينج ثيوري بالضبط. لما كنت في جنوب افريقيا درست مع خمس مصريين، خمسة يعني من محافظات عدة، اثنين من المنوفية وواحد من سوهاج وواحد من بنها على ما اظن، ما اعرفش من ايه، وواحدة من اسكندرية. فكلهم ماذا لاحظت عليهم يعني، لأنه بعض الأساتذة اللي درسوني في جنوب إفريقيا جاءوا من فرنسا، ولما جاءوا من فرنسا أنا يعني التربية بتاعتنا يعني الناس اللي درستنا الرياضيات هي ممكن الجيل اللي قبلي أو الجيل والجيل اللي قبلي درسوه الجيل اللي قبل والجيل اللي قبل درسوه الفرنسيين يعني. فتلاقي العرب اللي احتلتهم فرنسا أو حتى الأفارقة اللي احتلتهم فرنسا تلاقي الرياضية تحم قوية جداً، لأنه أعظم الرياضيين هم فرنسيين يعني ديكارت ولابلاس ولافوازي وحتى الآن ألين كون وإلى غير ذلك، هم اللي تحصلوا على ميداليات فيلدز في الرياضيات. فهم لما درسونا نحن في الجزائر أو درسوا أجدادنا درسوهم طريقة شوية يعني يعني rigorous يعني طريقة يعني pure abstract. فبالتالي ليه تكلمت الحاجة هذه يعني أنه أنت ما تظلمش نفسك. أنا شفت كثير يعني عندي أصحابي مصريين تلاقي الخيال تاعه خارق للعادة، القدرة الرياضية. المشكلة ليس فيك الأخ علي، المشكلة في المنظومة من الأول التعليمية في الرياضيات.
يعني سواء في مصر أو في بعض البلدان الأخرى اللي عندها النظام الإنجليزي يعني. ففي الحالة هذه لازم تعمل ماذا؟ لازم أول حاجة يعني أعطيك مثال على أينشتاين كما أعطيتني أنت، هك سمعني؟ تفضل. أينشتاين كان عنده خيال صح، ولو تروح تشوف في سنة 1905 لما كتب يعني النسبية الخاصة تاعه والمبادئ والرياضية، كانت رياضيات أدنى من البسيطة، مش بسيطة فقط أدنى، يعني كانت تستخدم في يعني مبدأ فيثاغورس يعني نظرية يعني شيء بسيط جدا يعني. فما يعني حتى مينكوفسكي الأستاذ تاعه قال له الموضوع يعني ممكن أنا أصيغ لك الحكاية بطريقة جمالية أكثر وبطريقة مختلفة، لأنه الطريقة تاعك بسيطة جدا. وفي النسبية العامة صدقني لولا غروسمان صديقه يعني مستحيل كان يعرف أنه يجب أن يستخدم مثال الهندسة اللاإقليدية بدلاً على التوبولوجي، وفي الهندسة اللاإقليدية يجب أن يستخدم الهندسة الريمانية، وفي الهندسة الريمانية يجب أن يستخدم التنصورات، ويجب كذا ويجب. فهذه كلها لم يكن له علم بها أو علم كيف يعني ما يسمى يربطها بالفيزياء، ولكن اجتهد من 1907 وهو يتعب حتى إلى غاية يعني 1915 وهو يحاول أنه يدرس لوحده حتى تعب يعني. ولكن لو تلاحظ ديراك في الرياضيات، لو يعني حاولنا مرة من المرات نتناقش في ميكانيك الكم، أوضح لك أنه ديراك خارق للعادة في الرياضيات يعني، ينتقل نقلات يعني في ثواني، في يعني في الفيزياء يكتب دايركت معادلة يعني بالنسبة له كأن لما نشوف ما يسمى اللحن، انت الناس اللي بتكتب ما يسمى الموسيقى على شكل يعني نوتس يعني ميوزيكال نوتس، لما يقرا الكتاب هذا يسمع الموسيقى بدون ما يعني يلعب بالانسترومنت، بدون ما يحرك الكمان او يحرك الجيتار او البيانو، فهو لما يقرا فقط يسمع يعني. لما يشوف الفيزياء يحولها الى رياضيات بطريقه ما شاء الله. فبالتالي أينشتاين مثال لأي شخص عنده حدس يجب أن يتعب على نفسه في الرياضيات. ولكن يعني أنا بعض الكتب اللي حنصحها لأحمد حنصحها لي، كاين كتاب اسمه أرفكن اللي كاتب اسمه أرفكن، هذا أحسن كتاب للرياضيات التي تستخدم في الفيزياء النظرية، هو كتاب مبسط يستخدمه الأمريكان والكنديين وغيرها من الطلبة، وهو لو تبدأ منه واحد يعني من البداية وتتعب تشتغل على نفسك يعني ممكن نعطيك 3 أشهر 4 أشهر يعني إن شاء الله يعني تعود على الأقل عندك يعني قدرة ما شاء الله. العفو اسم الكتاب على ما أظن يعني حب أقول لك أنا عارف الكاتب هو أرفكن تكتب أرفكن ARFKEN ويعني Mathematical Physics على ما أظن Mathematical Physics، ولكن حدور لك على الكتاب أنا عندي يعني حدور لك عليه وأبعثه لك إن شاء الله. هو يمكن Mathematical Methods for Physicists ممكن يعني هذا هو الكتاب. المهم أنا متأكد الأركن، وهو يعني هذا يعني لما نقول هذه شوف بالنسبة لي أنا على حسب أركن هو شيء عام، ولكن على حسب اهتمامك الحالي. الآن لو تقول أنا مهتم بميكانيكا الكم فأقول لك أنصحك بلينير ألجبراس وأعطيك كتب في اللينير ألجبراس في الجبر الخطي، لأنه شوف الجبر الخطي أنت لو مش متمكن منه يعني بطريقة عميقة جدا يعني. بعض الناس يقول لي المصفوفة، أنا أتحداك ممكن في دكاترة هنا لما أشرح المصفوفة يعني عارف المصفوفة، عارف يضرب المصفوفات يعني two matrices he can product يعني يعمل product ما بينهم ولا يجمع ما بيناتهم ولا يعرف، ولكن المعنى العميق لهم هو اللي لازم تعرفه. فبالتالي على حسب الفيلد اللي انت مهتم به حاليا، اذا مهتم عموما انصحك بأرفكن كأول كتاب، اذا مهتم مثال بتخصص معين في الفيزياء النظرية كميكانيكا الكم مثال تحتاج linear algebra، اذا تحتاج ما يسمى اذا مهتم ب
الجنرال ريلاتيفيتي انصحك ب differential جيومتري وبعض الكتب وخاصه التنسوري الكالكولس يعني الحساب التنسوري، وفي كتب لكل المواضيع هذه يعني. تمام، شكرا دكتور. شكرا. وانا مرحب بك، سواء قلت لك اي شخص والله من قلبي، سواء انت، سواء الاخ يعني احمد، سواء اي اخ من هنا، مرحب به على الخاص. ممكن في يعني نشوف حصه معينه، يجيب ورقه وقلم ويكون عنده تساؤلات سواء رياضيه سواء كذا، ونمشي يعني فيها باذن الله. يعني احاول اعمل مجهودي خاصه في الفتره هذه، ما دام انا رجعت لبلدي يعني في فترة يعني راحة، فأنا يعني يعني حاضر لكم ويعني مرحبا بكم في كل وقت يعني. إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا حضرتك. العفو أخي علي. مشكور دكتور على المبادرة والروح الطيبة. في سؤال من سهى، هل يمكن الاعتبار الجسيمات التي كتلتها صفر أن لها سرعة الضوء؟ لا، قلنا هي سرعتها قريبة من سرعة الضوء، يعني لأنه إيش اسمعني، لا شوف، الجسيمات كما قلت هي تقسم إلى قسمين، جسيمات سرعتها بعيدة جدا أو قليلة جدا من سرعة الضوء، هذه تدرس عن طريق ميكانيك الكم الغير نسبي، النسبي أو known relativistic quantum mechanics اللي هي معادلته شرودينجر والأشياء هذه. ولكن إذا في جسيمات أصبحت السرعة تحها بالتقريب إلى سرعة الضوء، فنحن ندرسها بنظرية الحقول الكمية quantum field theory، وهنا نحتاج إلى تناظر معياري، وإذا احتجت إلى تناظر معياري فهو كما قلت يعدم لك الكتلة. تمام. سؤال آخر من الأستاذة أعتقد خديجة، كيف يمكننا أن نصنف المادة المظلمة إلى مادة مظلمة باردة دافئة وساخنة ونحن أصلاً لا نعرف ماهيتها؟ إيش شوف، لما نقول أخت خديجة، فقط الآن المبدأ تاع البيج بانك ثيوري لما يقولوا نظرية الانفجار الكبير، نحن نسميها الستاندر موديل اوف كوسمولوجي او النموذج المعياري لعلم الكونيات، لانه عندنا النموذج المعياري للجسيمات اللي هو ستاندر موديل اوف بارتيكل فيزيكس، وعندنا النموذج المعياري تاع الكوسمولوجيا اللي هو لعلم الكونيات. ماذا يسمى؟ اللي هو مبدا الانفجار الكبير، وبعدين الانفليشن التضخم، وبعدين ما اعرفش الحاجات كلها اللي تعرفوها، الطاقه المظلمة والمادة المظلمة، يسمى علميا لاندا سي دي ام موديل. لاندا معناتها الثابت الكوني، اختصار للثابت الكوني اللي هو مسؤول على الطاقة اللي هو الطاقة المظلمة، اللي هو مسؤول على التوسع تاع الكون، على تسارع الكون. وعندك سي دي ام، سي معناتها كولد يعني الباردة، والدي هي دارك ماتر يعني دي ماتر يعني الماضي. النموذج هذا بتاع الكوسمولوجي او النموذج المعياري اسمه لاندا سي دي ام موديل، اللي هو لاندا الثابت الكوني اللي هو الطاقه المظلمه، او سي دي ام هو كول دارك ماتر. هو الشرط يعني، ماهوش قضيه انه نعرف تجريبيا او من ناحيه الملاحظات، ولكن يعني من ناحيه الكونسيستنسي تاع النظريه، من ناحيه تماسك النظريه، ومن ناحيه انه تكون كل شيء، يجب ان نفرض انه الماده المظلمه يجب ان تكون بارده او كول دارك ماتر، كما نفرض انه لاندا يجب ان يكون ثابت، لانه حاليا بعض الدراسات تقول انه الثابت الكوني ليس ثابت على حسب القياسات الاخيره، وأن الكون لا يتسارع بمعدل ثابت، بل هو يتسارع بمعدل يعني جنوني، فحتى اللاندا ليس ثابت. ويعني عدنا حتى نشك أنه الدارك ماتر ليست كولد في النهاية يعني. فبالتالي الأشياء هذه هي عبارة عن أشياء مترابطة لقيام النظرية، فهي أشياء نظرية من الأول يعني. تمام دكتور.
سؤال. يعني ليست كما توقع الوقت هي شيء تجريبي أو كوسمولوجي، هو شيء نظري. لما وضعنا النظرية من الأول يعني كان لزاما، كان مفروض علينا أنه نضع لندا ثابت ونضع دارك ماتر كولد يعني من الأول. هو يمكن السؤال كان على موضوع تصنيف الدارك ماتر إلى بارد ودافئ أو ساخن، أنه شو المعيار التصنيف طالما إحنا أصلاً ما نعرف ماهيته. لا أنا ما قلت ما هو ما هوش تصنيف، التصنيف قلت لك نظري، ولكن نحن ما نعتمد عليه أنه يجب أن تكون دارك ماتر كولد. لأنه لندا سي دي ام مستحيل، لو يتغير بارامتر واحد ولا ماهية شيء واحد ممكن تنهار نظرية يعني النموذج المعياري لعلم الكونيات كله ينهار تماما. ولهذا الناس الآن متخوفين من لندا مثال، إذا كان ثابت الكوني ممكن ما هوش ثابت، فهذه مشكلة، كل شيء ينهار. إذا كان دارك ماتر جاءت أي تجربة تثبت أنها ساخنة ليست باردة تنهار أيضا، كله ينهار. يعني ما تعرفه حول الانفجار الكبير والأمورات كله ينهار يعني. كل مشكلة يا دكتور بالفيزياء هي باب لفتح جديد وفيزياء جديدة، ولنا في مشكلة الثقب عفوا الجسم الأسود وكارثة الأشعة فوق المنسجية، يعني خير مثال هي فتحة باب لفيزياء الكم وكل تطورات للتلت ذلك. فعسى يكون انهيار الستاندرد موديل الكوني أو باب لاكتشاف شيء جديد، فهم جديد لكم. طبعا أنا قلت أنه ممكن كثرة المشاكل يا أخي، يقول لك يعني البيت الشعري يا ربي الله نسيت دقيقة، فلما استحكمت حلقاتها يعني فرجت وكنت لا أظنها أنها ستفرج، يعني بالمعنى يعني لما زادت المشاكل وزادت كذا، زادت الألغاز في بعض الأحيان، زيادة الألغاز هذه الغريبة سواء الطاقة المظلمة والمادة المظلمة والثقوب السوداء والمتفردات ونظرية التوحيد والجاذبية الكمية وغيرها، ممكن هي فعلا كما قلت باب إلى فيزياء أخرى بطريقة بنظرة أخرى، وتكون هذه يعني فيزياء ثورية. نعم. إن شاء الله، ولكن لا أدري هل هي في القريب أو في البعيد يعني. علمها عند الله. سؤال من بروفيسور بن عبد، أرجو أني أكون عم بقرأ الاسم بشكل صحيح، عذروني إذا كان في لفظ غير دقيق للأسماء كونه مكتوب بأحرف لاتينية. فبروفيسور البروفيسور من؟ بن عزة على ما أعتقد. لماذا نعتبر كل الحلول السالبة مرفوضة مع العلم أنه يوجد ما يسمى بالطاقة المظلمة؟ الطاقة المظلمة يعني ما هي، ما قصدك بالحلول السالبة الأخ الكريم؟ يعني قصدك في المقادير الفيزيائية عموما، ولا قصدك لأنك ربطت ما بين الطاقة المظلمة وما بين أشياء أخرى؟ يعني أعتقد في حال الطاقة، أنه نرفض عادة أن الطاقة تكون سالبة، ولكن لا 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 أنا فهمت لا 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 فهمته الآن فهمته لا 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 فهمت صحيح الآن فهمته لا هو راح البعيد، هو الشخص هذا راح شوية بعيد. شوف حفهمك، أنت لو تروح إلى ثابت هابل، هذه يفهمها بعض المتخصصين، لو تروح لثابت هابل H فهو ماذا يساوي؟ عندك H مربع تساوي scale factor A، المشتقة تاع scale factor A على A. ما هو scale factor؟ scale factor هو يعني تمدد الزمكان، يعني تمدد الزمكان. التمدد الزمكان هذه يعني يتمدد بنسبة أو بقيمة A نسميها A. المشتقة الثانية هي التسارع تاع الكون، صح ولا لا؟ لأنه أنت المسافة لما تشتقها مرة هي السرعة، لما تشتقها مرتين ماذا حتعطيك؟ حتعطيك التسارع. إذن السؤال في معادلات فريدمان، اللي هي معادلات من حلول، يعني جاءت من حلول معادلات أينشتاين في النسبية العامة، لو تلاحظ والأخ الكريم أنا فهمت سؤالته، كانت الـ H اللي هو ثابت هابل هو H مربع تساوي تسارع الكون على هذه المساحة. المهم أنه باختصار ما ندخلش في رياضيات علشان نتكلم عنها، أنه H مربع هذا الثابت تاع هابل مربع
يساوي تسارع الكون. ما معنى هذا؟ يعني باستخدام رياضيات بسيطة، فالH يساوي زائد أو ناقص، يعني التسارع يكون بالزائد أو بالناقص. لما مفهوم ولا لا؟ لأنه عندك H مربع، أعطيك مثال، كان عندي معادلة X مربع تساوي 4، ما هي الحلول؟ إما X تساوي زائد 2 أو ناقص 2. صحيح. فبالتالي نفس الشيء، إذا كان هاب المربع تساوي ثابت هاب المربع تساوي التسارع تاع الكون، إذن فالـ H العادي بدون تربيع يساوي زائد أو ناقص تسارع الكون. فبالتالي لماذا أخذ الزائد وأهمل الناقص؟ هذا هو السؤال تاع الأخ الكريم. نعم. الآن السالب، يعني حفاهمك ليه أهمل السالب. السالب لم يهمل قد يعني عنده مدة، يعني لم يهمل، يعني إلى غاية العام على ما أظن 2011 كان مستخدم، لأنه كانت ما يسمى نهاية الكون بالاعتقاد أنه البيك كرانش، يعني لأنه عندك البيك بانج بعدين نهاية الكون تكون بيك كرانش، يعني التسارع هذا حيصل إلى يعني ما يسمى الكون يصل إلى نقطة معينة وعن طريق الجاذبية يرجع إلى نقطة البداية وينفجر وينتهي الكون. ولكن كانوا نأخذ البلاس والماينس الزائد والناقص بعين الاعتبار، على أساس أنه الزائد هو توسع الكون من الانفجار الكبير من البيك بانج، والناقص الماينس هو الرجوع ونهاية الكون عن طريق البيج كرانش أو الانكماش العظيم. ولكن وهذا بفعل الجاذبية، معناتها أن الكون تاعك لما بدأ يعني بدأ من انفجار كبير بدأ يتوسع يتوسع، ولكن السرعة تاعه تقل إلى غاية تصل إلى نقطة معينة فتنعدم كأنها السرعة بالتقريب، بعدين يعاود يرجع ويحدث الانكماش الكبير. ولكن في سنة 2011 جاء شخص اسمه آدم ريس اللي هو تحصل على جائزة نوبل، وأثبت أن الكون يعني في تسارع عظيم، يعني في تسارع لا يوجد يعني لا يوجد أثر للجاذبية في تبطيء سرعة يعني توسع الكون، بالعكس بل هو يتسارع. ولهذا فرضت الطاقة المظلمة، ويعني نسينا يعني أنه مستحيل الكون حيصل إلى نقطة ويرجع إلى الوراء. إذن فالحلول تاع الناقص هذه أهملت بعد 2011، يعني وحصل ما يسمى الآن نهاية الكون، ما يسمى لأنه يعني عندك ما يسمى الطاقة المظلمة وقاعد تمشي وتزيد في تسارع الكون. فالنهاية المتوقعة الحالية في السيناريوهات الحالية والملاحظات الكوسمولوجية الحالية اللي هي البيج فريز أو التجمد العظيم. يعني ما معنى التجمد العظيم؟ أنه الكون يتسارع يتسارع بعدين يتباعد، كل حاجة تتباعد، فبالتالي المجرة تاعنا تتباعد على مجرات أخرى، بعدين كل عنصر في المجرة تاعنا يزيد يتباعد لأنه التسارع توسع الكون كبير، فتصبح كل شيء لوحده بدون يعني جاذبية بدون كذا، فيعني يتجمد الكون، وبعد ما يتجمد ممكن نصل إلى يعني إلى فراغ آخر. وهذه حكاية. المهم اختصار أنه الآن الحلول السالبة الموجودة في ثابت هابل في معادلات فريدمان أهملت بعد ما أتى آدم ريس بحقيقة أن الكون يتسارع وليس يتباطأ وحيرجع إلى نقطة معينة، فأهمل البيك كرانش الانكماش العظيم وأخذ في مكانه التجمد العظيم وهو نهاية الكون المتوقعة حالياً اللي هو البيك فريز. تمام. أفضل الأخ أحمد. نعم. سؤال من الأخ أو الأخت صن. مداخلة صوتية، تفضل أو تفضلي. ممكن تعرفنا على الاسم بالبداية. الأخ أو الأخت اللي مسمى بحساب الزوم صن. طيب ممكن ناخذ الاسم التالي ونرجع للأخ أو الأخت. معنا سؤال من الأستاذة جولي، تفضلي. زي حضرتك يا دكتور، معلش كان عندي سؤال بخصوص نظرية الفوضى.
نظرية الفوضى. الكايوس، كايوس، كايوس ثيوري، اتفضل. هو أنا مش قادر أحدد بالظبط مفهوم الفوضى إيه، يعني هو هل هي حاجة مثلا قوانيننا مش قادرة تطبق عليها بالشكل الكامل، ولا هو نظام احنا لسه مش قادرين نحط له الـ يعني الأسس المظبوطة، ولا هو الموضوع ماشي إزاي؟ أنا مش قادرة أفهمه. شوفي، أول حاجة يعني أنا كنت بعيد عن الموضوع هذا بتاع الكايوس ولا نظام الفوضى، وأول من شخص بدأ بموضوع الفوضى هو كان بوانكاري. بوانكاري كان مهووس بما يسمى باستقرار المجموعة الشمسية، استقرار الكواكب في المجموعة الشمسية. فيعني حسب ما يسمى قال يعني واستخدم شيء اسمه ما يسمى، كيف نسميها، يسمى الداينامكال سيستم. ما معنى الداينامكال سيستم؟ انه في نظام فيزيائي قاعد يتحرك، ونحن نستخدم شيء اسمه الهاميلتونيان علشان ندرس هذا الداينامكال سيستم او تطوره عبر الزمن. وهو حاب يدرس هل الكواكب مستقرة في مداراتها في المجموعة الشمسية أو حتحصل كارثة معينة. فيعني جاء بمبدأ اسمه recurrence، Poincaré recurrence principle، أو مبدأ العودة أو التراجع لبوانكاري. وهذا المبدأ كان ضد يعني ما يسمى قانون بولتزمان، اللي هو قانون ثاني تاع الثيرموداينامكس، اللي هو أساساً اللي هي زيادة الفوضى أو زيادة الإنتروبي، وهو أيضا يحدد سهم الزمن. فكانت النظرية تاعه، المبدأ تاعه تاع ريكيرنس برنسبل، هو مناقض إلى ما يسمى يعني الحاجة التي أتى بها القانون الثاني تاع الثيرموداينامكس، اللي هو مقدس عند الفيزيائيين حاليا. بعدين لما كتب الموضوع هذا يعني على استقرار الكواكب والمجموعة الشمسية، ودرس هذا الديناميكال سيستم عن طريق ما يسمى الهاميلتونيانز والحاجات هذه، فنشره. بعدين عرف أنه عمل بعض الخطأ، يعني بعض الأخطاء، وأنه مستحيل على حسب حساباته أنه المجموعة الشمسية ولا الكواكب تصبح يعني مستقرة، وأضاف بعض الأشياء وأسس علم الفوضى او الكايوس ثيوري. الان مش يكون بعض الناس قاعد تروح بعيد خالص في يعني كل شيء حاليا في الكلاسيكال وفي الكوانتم، يعني كانوا في كلاسيكال كايوس، فوضى كلاسيكيه، وفي فوضى كميه. انا اقول لك هذا من اعقد المواضيع اللي ممكن الواحد يدرسها او ياخذها، حتى اساسا لما بدا في عهد بوانكاري، لانه ماهوش، شوف، راح نخرج من مبدأ ما يسمى لينياريتي، يعني من مبدأ الخطية، ومن مبادئ أخرى يعني اليونيتاريتي اللي نحتاجها في الكوانتم ميكانيكس. هذه أمورات معقدة يعني، وحندخل في أشياء يعني أنا عمري في، علشان أكون واضح، أنا عمري يعني كانت عندي خلفية عن الموضوع، ولكن عمري ما ارتحت يعني للحكاية، ولا كانت عندي موتيفيشن إني أتوسع في الموضوع هذا عموما. ولكن لو عاوزة يعني مراجع أو حاجات تبسيطية يا جولي، ممكن أبعث لك على الموضوع، ولكن أنا شخصيا حاليا ما عنديش حافز للكايوس ثيوري يعني عموما. هي مبحث ضخم على ما أعتقد. نعم تفضلي. هو المقصود إن هو الكايوس ثيوري دي يعني هو واحد معرفش يطبق بعض الأب، يعني لقى في خطأ في نظرية هو عملها ومش قادر يفسر الكون دلوقتي، دي النظرية عامة، ولا في حاجة غير كده؟ لا لا، انا قلت لك الحكايه بدات مع بوانكاري، ولكن بعدين اصبحت الرياضيات تاعها معقده، لانه الديناميكال سيستم بتاعك اصبح معقد، واصبح الحاجات التي تدرس بها اللي هي الهاميلتونيان والحاجات يعني تطورت الحكايه اصلا. يعني الكايوس انا بالنسبه لي قاعد اشوف فيها رياضيا اكثر من فيزيائيا، هي عندها فوائد فيزيائيه ولكن تعقيداتها الرياضيه كبيره. انا مانيش حاليا، قلت لك ما عنديش حافز، وما كانش عندي اطلاع كبير عليها. انا درست فقط
البيبر المقال اللي كتبه بوانكاري اللي يتكلم فيه على الريكيرنس برينسيبل وتكلم على استقرار الكواكب في المجموعة الشمسية، وبعدين عمل التصحيح وأسس إلى نظرية الفوضى، وبعدين يعني في شفت بعض الحاجات في الكوانتم كايوس اللي هو تكميم الفوضى، ولكن بعدين يعني خرجت يعني ما أصبحش عندي اهتمام في الموضوع. ولكن قلت لك لو عاوز مراجع ممكن أبعث لك يعني مراجع تبسيطية الموضوع هذا. شكرا لحضرتك دكتور. تمام دكتور، ولكن تعقيبا على سؤال جولي، نظرية الفوضى أو الشواش أحيانا بترجموها أو الكيس ثيوري إذا حكينا بالإنجليزي، هي لا تعني قصور في القوانين، ليست أخطاء في القانون الفيزيائي، وإنما الطبيعة الفيزيائية تتضمن عدم تحديد، نتيجة فروقات بسيطة ممكن ينجم عنها آثار كبيرة، ليست نتيجة قصور. لا سمح لي أحمد علشان نكون واضحين، أنا أشوف الأخت جولي هي أعرفها يعني شخصيا لأنها أحد الطالبات اللي أدرس فيهم يعني، وأعرف يعني ما كنتش عاوز أدخلها في حكاية فلسفة الفيزياء، لأنه الآن في مدارس أخرى تاع لي سمولن خاصة لي سمولن قاعد يشوف أنه الموضوع، لأنه الفيزياء نحن لما نقوم بالفيزياء نقوم بها بطريقة معينة، بطريقة حتى القوانين وبناية يعني تحديد القوانين والشروط الابتدائية والأمورات عندنا أموراتنا الخاصة، ولكن في بعض الناس يعني اللي زي لي سمولن وكذا تبنوا حاجات أخرى ممكن يفسروا الكايوس ثيوري ويعني أمورات أخرى، فأنا ما كنتش عاوز أدخل إلى المتاهات هذه خالص يعني. نعم. نأخذ سؤال من الأستاذ مهدي، تفضل. السلام عليكم دكتور. أنا أولا شكرا جزيلا على المحاضرة. أنا لدي سؤال بالنسبة لأول تدخل، كان كنت تكلمت عن يعني العقل اللي يعتمد على الخيال والعقل اللي يعتمد على الرياضيات، وأنا السؤال تاعي كيف يمكن جزم أو معرفة هل لدينا ميول أكثر للخيال أم للرياضيات؟ ولدي سؤال ثاني هو أنني أريد أن أدرس الفيزياء النظرية، أنا كنت طالب بالنسبة للطاقات المتجددة والآن أريد أن أدرس الفيزياء النظرية، ولماذا لا أن أدرس PhD فيزياء نظرية، ولا زلت محتارا كيف أبدأ، يعني عندي مشكل ما هي الرياضيات التي يجب أن أدرس، وكذلك كيف يعني حسن اختيار المجال، لأن الفيزياء النظرية شاسعة وكيف حسن اختيار المجال. شكرا. أول سؤال اللي طرحته في خصوص ما يسمى العقل الحدسي والعقل ما يسمى يعني الرياضي، كيف تعرف نفسك؟ تعرف نفسك يعني من سماعك للمحاضرات، من رؤيتك للأفلام، من قراءتك للروايات. في إنسان لما يقرأ الرواية الأدبية مثال يتخيل الأحداث، والتخيل تاعه يسبح بعيد يعني، ممكن يسمع كلام يعني يروح بعيد، وممكن يعني شخص آخر يشوف الرياضيات فقلبه ينجذب للرياضيات وتلاقيه أخذ ورق أو قلم وأصبح يعني يكتب حاجات. فهذه سبحان الله، أنت الآن على حسب أنه قاعد تقول لي أنه اشتغلت في لينرجي رينوفلاب يعني اللي هي في الفيزيك دينرجي رينوفلاب فيزياء الطاقات المتجددة، فأنت لحد الآن أنت عرفت نفسك، لأنه ممكن يعني من دراستك يعني في هذا المجال تعرف نفسك، هل كنت تتخيل أكثر لما كان يشرح الأستاذ أم كنت تحب الأشياء الرياضية أكثر؟ هل المواد اللي فيها في الرياضيات كنت تحصل علامات أحسن، أو في الحاجات اللي كانت قائمة على الخيال كنت تحصل على علامات أكثر؟ هل لما يأتي شريط مثال فيه تخيل وفيه أمورات في النسبية يعني في النسبية العامة والخاصة تلاقي نفسك منجذب،
أو لما تشوف رياضيات معينة يعني أو حاجات رياضية أمامك فتروح يعني تقوم بحل البروبلمز في الرياضيات. فهذه هي معرفتك بنفسك من خلال دراستك أنت اللي أدرى هل أنت يعني مستحيل في هذا السن سواء في سني أو في سنك أو في سن متقدمة الإنسان لابد أن يعرف نفسه هل هو حد سيء هل يعني عنده خيال عظيم هل أهم عنده رياضيات زي ما نقول إحنا يعني كبيرة يعني. وهذا يعني أنا متأكد أنه عارف نفسك يعني أنت فقط عاوز تقعد مع نفسك يعني أنت باللهجة ديالك أنه أنت باغي أنت تريد أن تقعد مع نفسك بعض الوقت فقط وتعرف نفسك. صدقني أنت عارف نفسك هل أنت مايل للرياضيات أكثر هل تحسن التكاملات هل لما تشوف تكامل تحله بسهولة هل ما يسمى لما تشوف رياضيات معقدة ممكن تفهمها في وقت قصير. كل هذه الأسئلة تعرف تخلي نفسك تعرف هل أنت حدسي intuitive ولا أنت ما يسمى عندك mathematical abstract mind عقل رياضي بحت. أما في خصوص الرياضيات اللي لازم تتعلمها في الفيزياء النظرية كبداية قلت لك شوف الجبر الخطي linear algebra الجبر linear باللغة الفرنسية اللي موش متمكن منه يعني الفيكتور سبيس الاسباس فيكتوريال يعني الفضاءات المتجهية أو الشعاعية المصفوفات هي الأمورات هذه الايجن فاليو الايجن فيكتورز كيف تؤسس بيزس الأمورات هذه يعني لينير ترانسفورميشن اللي ترانسفورماسيون لينير كل هذه أبسط رياضيات يجب أن تعرفها أي شخص لازم يعرف وهي بسيطة جدا وفي كتب مبسطة جدا يعني هذه أبسط شيء لأنه مستحيل تفهم الكوانتم ميكانيكس ولا حتى الكلاسيكال ميكانيكس ولا أي حاجة بدون ما تعرف الأشياء هذه. والشيء الثاني اللي هي الاناليس فونكسيونال أو علم الدوال ولا علم التحليل العدلي يعني زي ما تقولون أنتم التكامل والتفاضل يعني لازم تعرف تكامل كويس لازم تعرف حساب الدوال لازم تعرف الأمورات هذه يعني الاناليس فونكسيونال أو فانكشنال اناليسيس هذه الأمورات البسيطة جدا اللي يجب أن تكون يعني متمكن منها. أما في اختيارك للمجال الفيزياء النظرية فعلى حسب كما قلت لما تعرف نفسك وتقعد مع نفسك وتعرف هل أنت انتويتيف ولا رياضي أكثر هل أنت حدسي أو مايل للرياضيات أكثر تعرف أي مجال تروحه لأنه إذا كنت رياضي أكثر فأنصحك بالجاذبية الكمية الكوانتم جرافيتي ولا نظرية الأوتار وإذا كنت يعني حدسي أكثر فأنصحك بالنسبية العامة والكوسمولوجي والحاجات هذه. هل أجبتك أخي مهدي على السؤال الأسئلة تاعك ولا تريد يعني أشياء أدق ولا تفصيلات أكثر أنا تحت أمرك. شكرا أجبت عن الأسئلة فقط كيف يمكن أن يعني أن نتصل بك في الخاص عبر الفيسبوك أو إيميل؟ شوف عن طريق الفيسبوك ما أعرفش ممكن الفيسبوك أو الاسم تاعي كله أنا الآن وصلت إلى 5000 صديق معناتها مستحيل أن نضيف عدد أكبر من لأنه الفيسبوك يسمح لك أنك تعمل يعني تقبل 5000 صديق بعد هذا ممكن تبعث لي رسالة يعني عادي رسالة في الفيسبوك وأنا أرد عليك فتصبح صديق عادي لي وممكن تعمل لي فولو يعني في الفيسبوك لأنه ممكن تعمل لي أد أجوتي وممكن تعمل فولو أنك تتبعني فتشوف المنشورات ولكن إذا عاوز تتصل بي من خاص إذا حابب يعني تتصل بي في الخاص فتبعث لي عن طريق المسجل العادي أو حطب من الأخ أحمد الشاذلي أنه يكتب الإيميل العام للناس هو MA يعني محمد أكرم فهو الاختصار MA فيلا يعني اللقب تاعي اللي هو فلاح FELLAH at يعني الرمز تاع الإيميل at U Waterloo الجامعة اللي أنا فيها U University U Waterloo WATERLOO.CA نقطة CA كندا.
شكرا دكتور. اهلا بك الاخ الكريم، وربنا يحفظك ان شاء الله ويوفقك، ومرحبا باسئلتك في اي وقت يعني. اخ احمد. نعم، معنا سؤال عن الثقوب السوداء، عندما ينهار النجم الضخم وتحول الى ثقب اسود ماذا يحدث مع الانتروبي؟ ونفس السؤال مع الانفجار العظيم، انتروبية الثقب الاسود. اول حاجه، من صاحب السؤال وهل هو موجود وهل نعم. السؤال من الاستاذ نضال. نضال سلام. اهلين الاستاذ، اهلين، كيف احوالك الاستاذ نضال؟ مرحبا بك. هلا دكتور محمد، والله لنا الشرف يعني، شكرا جزيلا لك التحقت بينا يعني. ممكن في مشكلة في الصوت، ولكن حاجاوبك على السؤال يعني. الأخ أحمد، أعيد السؤال بالضبط بدقة علشان أجاوب بدقة يعني. نعم، عندما ينهار النجم الضخم ويتحول إلى بلاك هول ماذا يحدث مع الانتروبي؟ صح. الآن أول حاجة نعرف أنه هل السبورة ما زالت الصورة متقطعة ولا شوية؟ لا، الصورة واضحة حاليا، الصورة واضحة جيدة، ممكن تستخدم هناك سبورة. ويعني هل الكتابة لما أكتب هل هي أيضا واضحة ولا؟ ممكن نجرب اللوح زاويته جيدة، ولكن نجرب القلم. أنا جايب أقلام كثيرة من المشكلة المرة. دقيقة، أعطيني دقيقة يا أخ أحمد. دقيقة. تفضل دكتور، ما في أي مشكلة. هل أنا واضحة؟ نعم جيد دكتور. واضح جيد. الآن عندنا النجم بتاعنا، شوف في الكون، علشان نفهم الأخ نضال، في الكون لدينا شيئين، يعني في اليونيفرس عندنا شيئين. اليونيفرس عندنا نوعين من الأجسام. الجسم، الأجسام الأولى عندها مادة، يعني أجسام يعني زي الكواكب، المجرات كذا، هذه عندها مادة، كتلة، يعني هي عبارة عن مادة، كتلة، عندها ماس، عندها ماس. ولا نكتب objects، objects with mass. أوكي. وعندنا ما يسمى النوع الثاني، اللي هي أشياء ليست لها كتلة، بل هي أشياء يعني زي ما تسمى في الزمكان نفسها، اللي هي البلاك هول. ماذا تسمى؟ تسمى warped space time object، ولا warped space time object، warped
space time object. وهذه كأمثلة black hole. The black hole. وعندنا ما يسمى worm hole. Worm hole إلى آخره. يعني هذه يعني أجسام تشوه الزمكان، يعني هي يعني هي أجسام ليست لها كتلة، بل هي أجسام يعني مصنوعة من تشوه الزمكان. الآن ماذا يحدث بالتفصيل على، لأنه أنا بديت لك السؤال تاعك قاعد أجاوب عليه بالتفصيل منها لعامة الناس. مسموع الأخ أحمد أيضا معي؟ نعم. الآن في الوقت هذه الـ space time object عندنا ما يسمى النجم. ها النجم بتاعك، نجم مثال هنا فقط كتفصيل، اللي هو ستار. ستار هذا هو كان مجموعة من الغازات، يعني مجموعة من يعني الغاز موليكولز، ويعني مجموعة من الغازات، وبعدين أصبح يكبر يعني شكل ما يسمى نواة النجم، ثم أصبح يكبر 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 بفعل يعني قوة الحرارة وما يسمى البريشر بالضغط يعني، وشكل والجاذبية أيضا، وشكل ما يسمى يعني سوبر نوفاي أو العملاق الأحمر. يعني هذا يتحول إلى سوبر نوفاي، سوبر نوفاي أو العملاق الأحمر. وبعدين ماذا يحصل؟ يحصل أنه هذا النجم عنده كتلة، يعني عنده كتلة، وبعدين العملاق الأحمر هذا يزيد يزيد الوزن الحجم يعني الكتلة تاعه إلى غاية أنه ينفجر. لما ينفجر ماذا يتحول؟ يتحول من كتلة إلى طاقة على حسب قانون أينشتاين E equal MC squared. يعني هذا العملاق الأحمر لما ينفجر على حسب يعني نمسح حاجة، العملاق الأحمر هذا لما يحدث له انفجار، لما يحدث له انفجار فهو يعني من كتلة يتحول إلى طاقة، إلى طاقة، والطاقة هذه هي المسؤولة على يعني، لأن الطاقة لا يعني لا تختفي هكذا، يجب أن يعني تروح أو إلى مكان معين، فهي التي تعمل الوارب سبيس تايم، تشوه الزمكان. يعني قيمة الطاقة هذه هي اللي تعمل الوارب سبيس تايم objects اللي هما black holes. الآن الطريقة هذه طريقة الانتقال من النجم إلى ما يسمى انفجار العملاق الأحمر إلى ما يسمى إلى black holes لا تتم هكذا، تتم عن طريق ثلاث معادلات اسمها TOV equation، تولمان أوبنهايمر فولكوف إيكويجن. ثلاث أسماء علماء أخذت الأسماء الأولى من يعني الحروف الأولى من أساميهم حكتبها هنا. تي أو في إيكويجن اللي هي تولمان، الاسم العالم الأول أوبنهايمر، أوبنهايمر فولكوف إيكويجن، وهي ثلاث معادلات، هي عبارة عن ثلاث معادلات يعني من العملاق الأحمر إلى ما يسمى البلاك هولز، هي معادلة خاصة بالكتلة تاع ما يسمى من العملاق الأحمر كيف تتحول إلى من النجم إلى ما يسمى إلى البلاك هولز،
وما يسمى البريشر الضغط والكتلة والمتريك اللي هي المسافة الصغيرة ما بين نقطتين في الزمكان. هذه ثلاث معادلات لي اسمها TOV equation, Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation, تصف كيف تحول سوبر نوفاي العملاق الأحمر إلى يعني من كتلة إلى طاقة, وهذه الطاقة هي اللي قامت بتشكيل كائنات مشوهة اللي هي شوهة الزمكان اللي هي Warp Space Time Object اللي هي Black Holes. الآن نرجع إلى ما يسمى, الآن عرفت الآلية كيف, يعني ممكن تطلع عبر الإنترنت تكتب TOV equation علشان تطلع أكثر على هذه المعادلات. الآن الإنتروبي ماذا؟ الإنتروبي دائماً, هذه عموماً دائماً تزيد, يعني زيادة, هذه على حسب ما يسمى, لأنه عندنا ثلاث أنواع من الإنتروبي. الآن لما أروح الإنتروبي نروح إلى الإنتروبي أو مقدار قياس الفوضى, فلدينا أول شيء عندنا بولتزمان ثيرموديناميكال إنتروبي اللي هي القانون تاعها دلتا اس تساوي كي ثيرد بولتزمان في الان اوميجا, هذه الاولى. وعندنا الانتروبي الثانيه اللي هي شانون انفورميشن انتروبي, وعندنا اللي هي عندها علاقة ما يسمى أنه حال مشرحها أيضا. وعندنا ثلاثة اللي هي الأخيرة اللي ممكن جمعت ما بين الاثنين اللي هي هاوكينج بيتنشتاين إنتروبي اللي هي تقول انه الانتروبي تاع البلاك هولز هي متناسبه مع الاريا مع مساحه افق الحدث على اربعه, حيث هنا يؤخذ السي سرعه الضوء تساوي اتش بار تساوي جي تساوي الكي ثابت بولتزمان وتساوي واحد اللي هي natural units. أك معايا لحد الآن ولا لا؟ نعم دكتور. وأتمنى الأخ نضال يسمع. الآن عندنا ما يسمى, شرحت لك الآلية كيف يعني عن طريق الإيكويجن كيف ينتقل النجم من كتلة إلى طاقة, والطاقة هذه تشوه ما يسمى الزمكان بطريقة يعني, وتعمل متفردة وتعمل event horizons وتعمل ما يسمى الثقب الأسود. وعندنا الآن الجزء الثاني اللي هو الانتروبي وعلاقته بالبلاك هولز. فقلنا أنه عندنا في الموضوع هذا يعني في الثقب السوداء عندنا ثلاثة أنواع من الانتروبي. عندنا الانتروبي من ناحية الثيرموداينامكس, علم الثيرموداينامكس اللي هي بولتزمان اللي هي تقول أنه دائما دلتا اس دائما متزايدة, يعني أنها عندها علاقة بالمايكرو ستيت, وهذه يعني ما ندخلش في التفاصيل. وعندنا شانون انفورميشن انتروبي ماذا تقول؟ تقول كل ما زادت المعلومات كمية المعلومات تزيد الانتروبي. نعطيك مثال, إذا كان عندك أنت مثال لابتوب بتاعك يعني الحاسوب فيه يعني فايل واحد فيه دوكيمنت واحد, فبالتالي فهو منظم لأنه كل شيء موجود في ملف واحد. الآن أفرض أنه عندك ملفات كثيرة جداً في الحاسوب وكل ملف فيه صور وفيه فيديوهات وفيه أشياء كثيرة, ويعني فزادت
معلومات. يعني وانت مثال طلب منك الأخ أحمد الشادي أنه مثال تروح تدور على صورة يعني جمعتك أنت وهو، فأنت راح تروح تدور وتبحث على هذه الصورة من عشرات أو آلاف يعني الملفات الموجودة في الحاسوب تاعك، فهنا تكون فوضى. إذا زادت عدد الملفات معناتها زادت الانفورميشن المعلومات، إذا فزادت ما يسمى الفوضى. وهذه تطبق حتى على الكوانتم انفورميشن اللي هي الكوانتم بيتس، سواء لما ندخل بلغة الواحد ولا الصفر، كل ما تزيد ما يسمى الانفورميشن، كل ما تزيد يعني بلغة الانفورميشن هنا إذا سمينا مثال الانفورميشن كلاسيكال على مستوى الصفر أو الواحد، ولكن في الكم فهي تكون عن طريق ألفا يعني صفر زائد بيتا يعني واحد اللي هي الكيوبيت. يعني كل ما زادت عدد الانفورميشن أو الكوانتم انفورميشنز أو عدد الكيوبيت كل ما زادت الانتروبي. راح تقول لي ما هي علاقة الأشياء هذه بالبلاك هولز؟ البلاك هولز جاب ما يسمى يعني هاوكينج ومن قبله بيكنشتاين، وحسبوا الانتروبي بتاع ما يسمى البلاك هولز، فوجدوها متناسبة طرديا مع السيرفس، مع يعني مساحة الايفنت هورايزنز، لأنه الثقب الأسود ما هو؟ هو عبارة عن هذا أفق الحدث، أفق الحدث الايفنت هورايزن، وهذه ما يسمى يعني هذه هي الاريا اي اللي هي السيرفس. فبالتالي الانتروبي بتاع البلاك هول تكون متناسبه مع الاريا بتاع الايفنت هورايزنز، يعني كل ما زادت الاريا كل ما زادت الانتروبي، وكل ما قل كانت الاريا قليله كل ما كانت الانتروبي قليله. الان اذا تكلمنا بهذه اللغه على يعني وقارناها بشانون انفورميشن انتروبي هذه مع هذه، فبالتالي اذا الاريا بتاع الايفنت هورايزنز، لانه الجسم الذي يدخل البلاك هولز هو يدخل عن طريق معلومات، يعني تصبح كانه صفر واحد صفر واحد صفر واحد، يعني هنا مش كان مجموعه من الانفورميشن. اذا كل ما زادت الاريا تاع البلاك هول تاع الايفنت هورايزنز كل ما زادت الانفورميشن، كل ما زادت شانون انتروبي وزادت الانتروبي تاع البلاك هول. فاصبحنا ممكن انه نجمع ما بين شانون انتروبي وما بين ما يسمى هاوكينج بيكنشتاين انتروبي، يعني ممكن انه ندرس ما يسمى هاوكينج انتروبي بلغه الكوانتم انفورميشن. وايضا يعني لو عندك يعني بعد التعديل عندها ايضا علاقه طبعا ببولزمان انتروبي. هذه يعني اتمنى اني اكون جاوبت يعني بطريقه مبسطه وان جنرال. اذا في الاخ نضال في تعقيب ولا في اسئله اخرى فاكتب لي يعني. محمد نعم انا سامعك اخ نضال. طيب هذا الحكي نفس الكلام بينطبق على البيج بانج. على ماذا ينطبق؟ على ماذا؟ اللي تحته لازم نفس ينطبق ايفنت هورايزن، لازم تكون البيج بانج عاليه. الأخ أحمد الشاذلي هل ممكن يعني تستقبل السؤال تاعه ممكن عن طريق الشات أحسن يعني؟ لأنه أكيد إذا ممكن أستاذ نضال تكتب السؤال كتابي، بس على ما فهمت من نضال يعني على عيننا وعلى رأسنا يعني في تقطع في الإنترنت عندك، فاكتب لي فقط السؤال يعني ما دام أنت تسمعني فاكتب لي السؤال من فضلك على الشات وحجاوبك عليه يعني، أو التعقيب اللي يقوله لي يعني على عيني يا اخي نضال.
تمام، لبين ما يوصل السؤال من الأستاذ نضال ممكن ناخذ سؤال آخر. في كمان سؤال من الأستاذ نضال. بعد نتائج تلسكوب بلانك أوضح أن هناك مشاكل في التناظر. السؤال: ما مدى تأثير أو تأثر نظرية السيمتري موديل بهذه النتائج؟ نتائج ماذا؟ الأخيرة، الجملة الأخيرة ما سمعتهاش. ماذا تأثر ماذا؟ السيمتري موديل. ولكن ما يقصد به بالسيمتري موديل؟ يعني نفس هذا السؤال نتائج تلسكوب بلانك أوضح أن هناك مشاكل مع التناظر. السؤال: ما مدى تأثر نظرية السيمتري موديل بهذه النتائج؟ أنا لم الأخ نضال إذا قاعد تسمع فيها، أنا لم أفهم ما قصدك بأنه نتائج الكوسمولوجية أو ما يسمى الملاحظات الكوسمولوجية تاع بلانك، يعني تاع مرسة بلانك، أنه يعني عملت مشاكل مع التناظر. لأنه التناظر يعني أنا لا أقصد يعني ما نوع التناظر اللي تتكلم عليه، قصدك سوبر سيمتري، التناظر الفائق؟ لأنه التناظر عموما يعني يجب أن يكون قائم، هو أعظم وأقدس مبدأ يعني في الفيزياء، يعني أي نظرية يجب أن تبنى على يعني على مبدأ التناظر. يعني حتى ما يسمى النسبية الخاصة ولا العامة ولا ميكانيك الكم، كلها يعني لحد الآن حتى نظرية حقول الكمية هي مبدأ على مبدأ التناظر. أي تناظر تقصد به يعني، لأنه أنا لما تشوف بلانك، نتائج بلانك، إذا تتكلم على القديمة الحديثة، لأنه أنا مانيش أبديتد، الآخر حاجة نعرفها أنه لما تشوف ما يسمى يعني الصورة اللي جاية من CMB اللي هي الكوسميك مايكرويف باكجراوند، فإنك تلاقي أنه ممكن تتكلم على يعني ما يسمى على الكون عن طريق عددين فقط، يعني two numbers يعني ولا two parameters. فبالتالي هذه تفسر أنه نظرية الأوتار في مشكلة، لأنه نظرية الأوتار تحتاج إلى أشياء أخرى. يعني هنا نحتاج two numbers، ما نحتاجوش يعني strings ولا نحتاج أمورات غريبة. فبالتالي حتى السوبر سيمتري تسقط إذا تكلم على التناظر الفائق ونظرية الأوتار، الموضوع فعلا في مشكلة. أما التناظر عموما لم أفهمك أي تناظر تقصد بالضبط، يعني لأنه التناظر هو مبدأ مقدس يعني في الفيزياء. تمام، انتظار توضيح معتا من الأستاذ نضال للسؤال. ممكن نأخذ سؤال آخر دكتور. هل الرياضيات الحالية كافية لترجمة الفيزياء يعني، أم لابد من انتظار تطوير الرياضيات للإجابة على الألغاز الحالية في الفيزياء؟ الناس اللي قاعدين تمشي حاليا، هو الحاجة نكمل مع فقط قبل ما نروح، لأنه الأستاذ نضال كتب حاجة على ما أظن في يا ربي نعم، عم يقول نفس المعلومات يجب أن تنطبق على البيج بانج. المعلومات التي ذكرتها حضرتك لما كنت عم تشرح على البلاك هول، أنه نفس الفكرة تنطبق على البيج بانج. هي طبعا تنطبق على البيج بانج، لأنه على حسب ما يسمى الأخ الكريم، مش نقوله تنطبق، ولكن إذا نروح مثال إلى بينروس وأينشتاين وهاوكينج، هما تخيلوا ماذا؟ تخيلوا لما حسبوا ما يسمى يعني حطوا ما يسمى المبادئ تاع بيج بانج ثيوري، هما يعني تعاملوا مع يعني أنه للكون عنده بداية، عنده يعني نقطة بداية، وأنه يعني ممكن نشوفوا يعني أن كيف نبسطها، يعني أنه عنده نفس الحكاية، يعني ممكن أن ندرسه على شكل لما نرجع يعني نرجع traced back إلى بداية الكون، عندنا متفردة هي تشبه نفس الحكاية يعني البلاك هولز، ممكن يعني الأمورات هذه. ولكن في شيء آخر، يعني عندك حق، يعني الانفجار الكبير البيج بانج نفس الحاجات تنطبق بالتقريب، يعني على لأنه نفس يعني نفس غموض المتفردة، ولكن فقط كزيادة ما عرفش أنت تعرفها ولا الآن، أنه الآن في حسابات أخرى للإنتروبي أنا اشتغلت فيها في الماجستير وفي جزء من الدكتوراه مع شخص اسمه روب مايرز، هي اسمها هي في الـ ADS-CFT Correspondence، فهي يعني فهي تحسب دقيقة فقط.
هذا شيء فقط أقوله الأخ يعني نضال هو شيء متخصص وأنا قاعد أتكلم معك فقط لو عاوز نتناقش بعدين هو اسمه هولوغرافي entanglement info وهي أعمال يعني البيبر تاع ريو على ما أظن يكتب اسمه في ريو تاكي ناغي تاكي ناغي على ما أظن زي كذا وهذه يعني هي استخدام الـ ABS TFT correspondence اللي هي يعني ما بين قوسين الهولوغرافي برنسيبل علشان يدمج علشان يجمع ما بين علشان يجمع ما بين الانتروبي تاع تاع هاوكينج بيكنشتاين اللي كتبتها زائد ما يسمى الانتروبي تاع الانتانجلمنت التشابه الكمي هذه هي اخر شيء ما يسمى اسمها هولوغرافيك انتانجلمنت انتروبي البيبر تاع ريو تاكيناكي واستخدام اي دي اس تي كورسبوندنس علشان تحل يعني تحسب الانتروبي بطريقه دقيقه يعني سواء للبلاك هولز ولا البيج بانج هذه فقط كمعلومه يعني لو عاوز ابعث لك ايضا البيبر ولا نتناقش في الموضوع بطريقه مفصله او تفصيليه فمرحبا بالموضوع. هل دكتور محمد سامعنا؟ دكتور محمد يبدو بعد انتهاء الاجابه صار في انقطاع بالاتصال. دكتور صوتك مو واصل. تمام ريثما يعود الاتصال مع الدكتور محمد منذكر بأنه الجلسة مسجلة لمن أراد المتابعة لاحقا رح يتم مشاركة الرابط إن شاء الله على مجموعة الفيسبوك اللي لقيت فيها وصلت منها إلى رابط المحاضرة بالإضافة لمن يرغب يمكن إرسال إيميل إلى العنوان الخاص بجمعية التنمية العلمية جمعية نواة للتنمية العلمية في الرد على الإيميل يمكن إرسال أيضاً الرابط لمن لم يجده على مجموعات الفيسبوك سأعيد إرسال الإيميل مؤسسة نواة التنمية العلمية يمكن لمن أراد إرسال إيميل يطلب الرابط سيتم إرساله إن شاء الله بالإضافة إلى نشره على مجموعات الفيسبوك يبدو الاتصال بالإنترنت من طرف الدكتور أكرم فيه مشاكل يبدو الاتصال انقطع تماما مع الدكتور
ثواني أو دقائق قليلة وتحل المشكلة إن شاء الله ويعود دكتور محمد معنا إجابة عن الأسئلة. أعتقد دكتور محمد صار معنا. دكتور سامعنا الآن؟ الأخ قلت نضال، هل الأخ نضال يعني هل يعني اكتفيت بالحاجات هذه ولا عندك نظرات أخرى؟ يعني أنت قصدك على الكونفورمال سيمتري، يعني هل عندك عن قصدك الكونفورمال سيمتري يعني في البيج، يعني على النتائج اللي تكلمت عليها بتاع بلانك؟ يعني سمعني الأخ أحمد والأخ نضال. نعم هلا سامعينك الآن دكتور. نعم من شوي نطق لكن حاليا الصوت والصورة جيدين. طبعا لأنه الأخ نضال كتب لي صحيح، لأنه الآن ما عرفش أنت على دراية في شخص يعني هو اللي هو بينروس أساسا على حسب الحكاية هذه، يعني حاول افتراض يعني موديل آخر يفسر فيه الحاجات هذه ويحاول أنه يخرج من بيج بانج، لأنه لا يتوقع على حسب هاته النتائج الكوسمولوجية أن الموضوع يعني لسه يعني نتبنى موضوع ما يسمى المتفردة، ولهذا أخرج شيء اسمه CCC model، اسمه على ما أظن CCC model اللي هو على ما أظن conformal cosmological. السي الثالث والله السي بتاع ماذا يعني السي الآخر والله نسيت. المهم conformal يعني أصبح أنه ما يسمى قاعد يشوف أنه البيج بانج ليست هي البداية. سمعني الأخ أحمد؟ نعم دكتور. أعتقد البيج بانج لم يصبح البداية الفعلية للكون، بل في شيء آخر قبله، في شيء آخر أيضا بعده. أية فهمت؟ سيكليك سامحني conformal سيكليك يعني cosmological conformal سيكليك مال لصاحبه بينروس. فهذا يعني أحد الحاجات اللي فرضها بينروس يعني قريبا، اللي هو يحاول أنه يفسر بها أنه قال لك يعني أنه الفضاء على مستوى على حسب التجارب. الأخ أحمد لسه صوتي مسموع؟ نعم نعم دكتور. على حسب آخر الحاجات اللي قال عليها ما يسمى البلانك يعني من الملاحظات التجريبية والكوسمولوجية، فبالتالي أصبح يعني على مستوى البيج بانج أو على النقطة اللي هي على البيج بانج لم تصبح نقطة سيرفس، هذه أصبح الكون أساساً لا يعرف كم هو كبير أو صغير، يعني ما فيش سكيلز، يعني الكونفورمال سيمتري هنا أصبحت يعني كأنها بالمفهوم هذا تفقد قيمتها، ولهذا افترض يعني هذا الموديل اللي هو يعني أضاف الكونفورمال سيمتري اللي هي كوسمولوجي كونفورمال سيكليك، وأصبحت أنه الكون ليس بدايته البيج بانج بل أتى من كون آخر وحيمشي إلى كون آخر، وهو عبارة عن دورة سيكليك يعني في انفجار، يعني ليس لا يوجد حاجه اسمها انفجار كبير، هو متبني الحاجه هذه. يعني هذا اخر حاجه، يعني هو عندك حق، ولكن قلت لك الموديل الوحيد الذي حاول انه يفسر الموضوع هذا هو سي سي موديل اللي هو الكوسمولوجيكال كونفورمال سيكليك موديل فينروس، ممكن تدور عليه في اليوتيوب فهو موضحه بالتفصيل وبطريقة تبسيطية، أو يعني ممكن أبعث لك عليه بيبر الأخ نضال. يعني
تمام دكتور، اعتقد الاجابه صارت واصله بشكل كامل للاستاذ نضال، او اذا في اضافات ممكن ناخذ سؤال من الاستاذ او الاستاذه اس، الاسم مو مكتوب بشكل كامل. تفضل او تفضلي، ممكن بس نعرف على الاسم وبعدين السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال بخصوص الإمكانية الكيميائية لغاز الليثيوم السادس الممدود بتناغم استخدام نظرية المجال المتوسط، إيش علاقتها؟ يعني هل يوجد بحوث وإيش علاقته بالفيزياء لأي مجال يميل؟ يعني أي مادة مثل الكوانتم، وأحتاج مراجع موثوقة لو سمحت. والله يا أختي شوفي الجزء الأول أنا مانيش عارف، يعني لما تتكلمي على الكيمياء أنا بعيد تماماً. أول حاجة الأخ نضال يعني قال يشكرك، شكراً جزيلاً أخ نضال، يعني مرحب بك على الخاص، وممكن نتصل يعني ونتناقش بطريقة يعني في كل الديتيلز، يعني في كل التفاصيل. أما الأخت سالم، يعني أنا الكيمياء ليس لي علاقة بها أيضاً، والموضوع اللي ذكرتيه يعني أنا ليس لي علم، يعني حتى الموضوع أنت لو شايفة الميتين تساؤلات حول الفيزياء النظرية، الكيمياء لا أدري يعني. فأنت تقولي لي ما هو، هل هذا جزء، هل هو إذا كان موليكولز يعني إذا كان جزيء أو كان حاجة، فأنت تدرسي عامة بالكوندنس ماتر فيزيكس اللي هي فيزياء المواد المكثفة، عندها الكوانتم ميكانيكس تاعها، ولكن الكوانتم ميكانيكس عندها يعني مش معقدة، وما هيش يعني ما كيش راح تدخلي في يعني ميكانيك كم يعني ادفانس ولا حاجات متقدمة، بل حتدرس عن طريق شيء آخر اسمه الكوندنس ماتر فيزيكس، هذا إذا تكلمي على الجزيئات وحاجات أخرى. لكن اختي سامحيني ما عنديش علاقه بالكيمياء. هو غاز السادس للليثيوم، وعلاقته يعني من المجال الكوانتم ولا انت تتكلمي على علاقته بالكوانتم فيلد ثيوري؟ ايوه هو مين للغاز يعني غاز الليثيوم السادس للكوانتم هي، ولكن السرعه تاع الموليكولز تاعو ولا السرعه تاع يعني تاع الجزيئه تاعو ولا ترتاح، هل هي سرعه كبيره ولا عاديه يعني؟ والله هو لسه محدد يعني، بس هو زي بحث مش لأنه باش أفهم أختي، أفهمك أختي دقيقة، أفهمك أكتب لك في البورد، أنت تشوفي البورد الآن لما أكتب. نعم أعتقد واضح دكتور اللوح، بس كبر الخط شوي لو سمحت. قلت لك هي أساسا الأمورات اللي تتكلمي عليها هذه تدرس عن طريق statistical condensed matter physics، وهذه عندها علاقة بما يسمى الكوانتم، ولا في بعض الأحيان عندها علاقة بالكوانتم فيلد ثيوري، نظرية المجال فيلد ثيوري، ولكن في بعض الأحيان ليست عندها علاقة فقط بالكوانتم فيلد ثيوري، بل عندها علاقة بشيء إضافي معقد شوية أختي، اللي هو topological topological quantum field theory أو TQF. فبالتالي ما عرفش يعني بالضبط إذا كان، لأنه شوف الموضوع تاعك إذا عنده علاقة بالستاتيك، لأنه لما تكلمتي الحل الوحيد أنه تكون عنده علاقة بالquantum field theory أنها مدروسة بالstatistical يعني physics، والstatistical physics عندها علاقة بالquantum field theory لما تكون quantum field theory تدرس من ناحية topology. نعم أخ أحمد عندك سؤال ولا في واحد؟ لا تفضل، في تشويش بس تفضل. فالأخت سان يعني إذا يعني ما هو السؤال، أنا قلت لك يعني الربط بين الأشياء، فأنت إذا تحتاجي quantum field theory فأنت تحتاجي topological quantum field theory، هي معقدة شوي ويعني صعب. تمام دكتور،
في سؤال من الآن سيد جولي عندها سؤال تاني، تفضلي. ماشي يا دكتور، حضرتك قلت النجم بيتحول للعملاق الأحمر إزاي؟ هل مثلا بالتايم بإيه؟ أنا قلت يعني الأخت جولي، شوفي علشان نحن نعرف التخصص تاع الأمورات هذه اسمه أستروفيزيكس، لأنه كان علم الكوسمولوجي، كوسمولوجي اللي هي ما يسمى علم الكونيات، وكان علم الأستروفيزيكس، وكان علم الأسترونومي، كان علم الفلك، وكان علم الفيزياء الفلكية، وكان علم الكونيات. الموضوع اللي قاعد تتكلمي عنه في الشرح هذا هو يعني لأنه لما شرحت أنا تي أو في إيكويشن والبلاك هول إنتروبي والحل، ذاك داخل فيما يسمى في الكوسمولوجي. أما السؤال اللي طرحتيه عنه أنت يعني بدقة اللي هو كيف يتحول الموضوع هذا، هذا اسمه أستروفيزيكس، يعني علم فيزياء الفلكية. الآن الإجابة البسيطة لأنه مش تخصصي، يعني هو تخصص آخر يعني. التخصص يعني أنا قلت لك أنه النجم لما بدأ بدأ في غازات، في غاز الهيليوم وفي غاز الهيدروجين، وكانوا يعني يعني الجزيئات تاعها متفرقة تحت تأثير ما يسمى ضغط معين وحرارة كبيرة وضغط كبير، فتلتقي وتشكل ما يسمى النواة تاع النجم، ثم يعني يبدأ النجم بالولادة، ثم هاته الغازات تكبر حتى هي، ولما تكبر الجسيمات تاعها أو تتكاثر أو مش تتكاثر يعني قصدي الانتراكشن التفاعلات ما بينها تكبر، فالحرارة تزيد أيضا والقوة ما يسمى الضغط تزيد، كل ما تزيد حتزيد الحجم، فكل ما زادت الحجم حيكبر النجم ويتحول الى يعني الى الماكسيموم تاعو، الى ماكسيموم الحجم تاعو وماكسيموم الضغط، يعني لانه اي شيء زي البالون، يعني زي البالون ولا يعني لما تنفخيه يعني هذاك بتاع الحفلات في ماكسيموم ينفجر، نفس الشيء بالنسبه لانه في غاز قاعد تنفخي فيه، الغاز هذا لما يحصل الى مرحله معينه البالون هذاك او كذا ينفجر، فنفس الشيء، فعنده ماكسيموم الغازات هذه الحرارة تمشي وتزيد والضغط يزيد والفوليوم يزيد، يصل إلى مرحلة هم سموها فقط العملاق الأحمر اللي هو سوبر نوفاي وبعدين ينفجر. ولكن العلم هذا قلنا هو اسمه الأستروفيزيكس، يعني اللي هو علم الفيزياء الفلكية. تمام دكتور، ناخذ بعض الأسئلة المكتوبة. هل الرياضيات، من السؤال من أستاذ محمد النادي، هل الرياضيات الحالية كافية لترجمة الفيزياء؟ يعني هل من اللازم انتظار تطوير الرياضيات للإجابة على الألغاز الحالية في الفيزياء، أم يتم تطوير الرياضيات وفقاً للمعايير الفيزيائية؟ لا لا لا، الرياضيين على فكرة الرياضيين لا يهتمون بالفيزيائيين أساساً. هيلبرت لما يعني أسس الفضاء تاعه لم يعرف ميكانيك الكم ولا يهتم بها أساساً، فهو أسس فضاء ما لا نهاية، يعني ما لا نهاية الأبعاد، وسماه فضاء هيلبرت، وبعدين جاء ديراك هو اللي استخدمه. يعني فالرياضيين ما عندهمش قيود، الرياضيين عندهم حرية تامة ويأسسوا أشياء بدون أنها يعني أشياء بحتة، بدون ما يهتم تطبيقها، هل يوجد تطبيقها في الواقع ولا لا يعني. ولكن بعدين الفيزيائيين لما يحاولوا يترجموا الحاجات الحدسية، لأنه الفيزياء علم حدسي، يحاولوا يترجموا الحاجات أو الظواهر الفيزيائية يترجموها على حسب ما هو موجود بالرياضيات الموجودة في هذاك الوقت، ولكن ممكن الرياضيات التي يحتاجونها على حسب يعني المبادئ، لأنه أساساً أول حاجة في الفيزياء يجب أن تكون مبنياً على ماذا؟ الفيزياء تكون مبدأ هاي physics تكون مبنية على principles مبادئ أو postulates مسلمات، كان مسلمات ميكانيك الكم أو مبادئ النسبية الخاصة أو العامة وإلى غير ذلك. هذه principles و postulates هي التي تكتب بدلالة الرياضيات. ما
يعبر هذه وهذا السهم اسمه الانتربريتيشن الترجمة الرياضية انتربريتيشن انتربريتيشن هذه الترجمة الرياضية لهذه المبادئ يعني والمسلمات. فعلى زمن نيوتن مثال لا توجد أشياء تترجم الحاجات اللي كان يريدها هو، فأسس علم التفاضل والتكامل. أينشتاين يعني لاحظ صديقه غروسمان أنه يحتاج إلى الهندسة الريمانية، والهندسة الريمانية هذه أساساً كانت موجودة. الرياضيات الحالية على حسب يعني الخبرة وعلى حسب يعني ما نراه أنه التوحيد لا يحتاج رياضيات عميقة، بل هو يحتاج رؤية جديدة للزمكان. زي ما قلت في بعض يعني من قبل أنه المشكلة في الزمكان تاع أينشتاين هو أيضا نظرة تقريبية لزمكان أعم، يعني أعم أنه أينشتاين فعلا هو وحد ما بين الزمان والمكان، ولكن توحيده للزمان والمكان في النسبية العامة هو توحيد يعني تقريبي، هو شيء هو approximation لشيء أعم لشيء أعمق، أنه حتى هو حاول أنه يفهم الزمان والمكان، ولكن في أشياء أخرى يجب أن تؤسس للزمان والمكان. يعني المشكلة أنا أراها ليست في الرياضيات بل في الفهم العميق والتحليلي للزمكان نفسه. يعني الرياضيات الحالية أنا قاعد أشوف فيها تكفي، يعني المشكلة في يعني في خصائص مخفية في أمورات في الزمكان، خاصة في الزمان أقول يجب أن يعاد النظر فيها. نعم دكتور. سؤال عن الأعداد التخيلية من الأستاذ حسن حسن. أعطيني شوف أعطيني دقيقة فقط يعني أروح أشرب مية وأرجع دقيقة. يعني دكتور. أعطيني دقيقة. أتعبناك اليوم. لا 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 ما فيش مشكلة. دقيقة فقط في انتظار الدكتور محمد يعاود استئناف الإجابة على الأسئلة. هي استراحة قصيرة. في هذه الأثناء بين ما يعود دكتور أكرم معنا للإجابة على الأسئلة المتبقية، نشكر صبركم وصمودكم حتى الآن. المحاضرة أو الجلسة اليوم جلسة الأسئلة شارفت على 3 ساعات، فما شاء الله المتابعين مستمرين وصامدين، وهذا مؤشر على موضوع الاستفادة من علم الدكتور محمد. شكرا جزيلا، انا اسف يعني. لا يعطيك العافيه، اتعبناك اليوم فحقك اقل شيء تشرب مي، رياك نشف من كثر الاجابات. الله يقويك يا رب. في سؤال على اعتقد كان الاعداد التخيليه
نعم، ما هو المدلول الفيزيائي للأعداد التخيلية؟ وهل استعمالها مثلاً في بعد الزمن الرابع نتيجة كونه بعد غير مادي وتخيلي، أم مجرد تقنيات رياضية قصد الوصول إلى قوانين رياضية صحيحة تجريبياً؟ والله شوف السؤال الأستاذ حسن. شوف الأخ حسن، أول حاجة لازم نعرف شيء، في فرق، وهذا تكلمت عليه مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى غاية أنه الإنسان يجب أن يحفظه. في فرق ما بين الحقيقة الفيزيائية وما بين التعبير أو وصف الحقيقة الفيزيائية، في فرق، يعني في فرق ما بين الحقيقة الفيزيائية ووصفها رياضيا. راح تقول لي مثال دائما أضربه، أنا الآن لما كنت أتكلم مع الأخ نضال أو حتى الأخ أحمد، لو يفتح مثال الصورة فأنا أتكلم معه صوتا وصورة، أسمعه ويسمعني، أتحدث معه وأشوف تعابير وجهه وكل شيء عليه، إذن فأنا أرى الحقيقة. فالآن لو أردت يعني الحقيقة هذه بعدين يعني أستعملها، أو يعني أنه لأنه الأخ أحمد عنده مشاغل وأنا عندي مشاغل وأنا لا أراه كل وقت يعني، فماذا أعمل؟ أجيب لوحة فنية وأحاول أرسمه، يعني زي ليوناردو دافنشي لما رسم يعني لا جوكوند ولا الموناليزا ولا الحاجات هذه. ف يعني نرسم ما يسمى الأخ أحمد الشاذلي في ورقة اللي هي 2-dimensional. إذا أنا عملت ماذا؟ عملت تعبير للحقيقة عن طريق الرسم، وهذه الورقة حشيلها معايا للبيت، وبعدين ممكن أضيف لها ألوان، ممكن أتحدث معها، ممكن يعني أشياء أخرى. إذا ولكن هي ليست الحقيقة لأنها لا تتكلم إلا تتفاعل، ليس لها خصائص، لا تنظر، لا تحس، لا يوجد، لما تكلم معها لا تضحك أو تحزن. إذا ففي فرق ما بين الحقيقة الفيزيائية وما بين التعبير عنها رياضيا. تقول لي لماذا تقول هذا الكلام؟ أقوله لأن الأعداد التخيلية هي وصف للحقيقة، هي وصف رياضي للحقيقة الفيزيائية، ليس كما يتوقع الناس أنها هي الحقيقة وكيف هي تخيل. لا، ليست حقيقة، هي الوصف، يعني في بعض الأحيان تكون هي الوصف الدقيق، وممكن نأخذ معلومات من هذا التعبير الرياضي لنعرف بعض الأشياء عن الحقيقة، ولكن ليست هي الحقيقة نفسها. إذن فالكوانتم ميكانيكس مثال، البساي اللي هي الكوانتم ستيت اللي هي الدالة الموجية الويف فانكشن تاع ما يسمى الجسيمات، هي عدد مركب تنتمي إلى الأعداد المركبة أو الكومبلكس نمبر، وفيها جزء تخيلي، ولكن هي تعبير للحقيقة وليست هي الحقيقة. أما فيما يخص ما يسمى الزمن، الزمن شوف في زمن تخيلي اللي هي IT، يعني لما نضيف الأخ أحمد مازال السبورة واضحة ولا؟ نعم واضحة دكتور. في الزمن الحقيقي هذا T يعني physical time، physical والله حتى تخلصت الحروف، physical real time، وفي ما يسمى الشيء هو IT لما تضيف هذا يعني العدد التخيلي اللي هو I squared تساوي ناقص واحد، هذا لما تضربه في time، يعني هذا ممكن علشان نبدل فقط انه أنا نسميه tau اللي هو physical time، وهذا imaginary time او الزمن التخيلي. الآن هل هذا يعني حقيقي؟ ليس حقيقي، هو أيضا رياضي، ولكن ماذا نستعمله في بعض الأحيان؟ ممكن ننتقل من الزمن الحقيقي إلى الزمن ما يسمى التخيلي، هذه اسمها transformation تحويل أو انتقال، تحويل أو انتقال، صح، ولكن هذه خدعة رياضية نستخدمها في بعض الأحيان
وماذا تسمى بالضبط من وجد هذه الحكاية؟ الشخص اللي وجدها هو عالم إيطالي، فيزيائي إيطالي اسمه ويك W I هاي W كبيرة I C K، وتسمى العملية weak rotation أو دوران ويك. ما معناته دوران ويك؟ أنك تنتقل من تاو إنزان حقيقي إلى I T. يجي واحد يسألني لماذا أساسا سمي دوران يعني أو ويك أو صاحب، لماذا سمي الدوران؟ حفهم هنا في، إذا افترضت هذا ما يسمى الزمن الحقيقي، فهذا ما يسمى يعني المحور بتاع الزمن التخيل. إذا كنت أنت أساساً في الزمن الحقيقي هو من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، هو لينير يعني خطي، من ناقص ما لا نهاية زي هذا الفيزيكال ريال تايم، الفيزيكال ريال تايم. فأنت إذا كنت على هذا الخط وعاوز تنتقل إلى الآي تي ماذا تعمل؟ لازم تعمل روتيشن، لازم تعمل دوران في 90 درجة، يعني تنتقل من هنا إلى هنا روتيشن إلى 90 درجة. وهذا واضح، لماذا واضح؟ لأنه لما تنتقل قلنا من الزمن الحقيقي إلى الزمن هذا الإيماجينري تايم، الإيماجينري زمن تخيلي الإيماجينري time، فإنك تعمل rotation 90 درجة. وهذا واضح، لماذا واضح؟ لأنه I كعدد مركب، ماذا ما هي ما يسمى الموديل تاعه الطويلة تاعه واحد، والزاوية راح تكون pi على 2 ولا 90 درجة. إذا تعمل rotation، تعمل rotation من T من الفيزيكال يعني من الزمن الحقيقي إلى الزمن التخيلي، فتعمل دوران في الزمن في الفضاء المركب الخاص بالزمن، وهذا اسمه ويك روتيشن. ما هي الفائدة تاعه؟ هي خدعة رياضية نستخدمها للانتقال من كذا. هقول لك هنا واضحة أيضا، لو كتبت هنا الأخ نعم واضح دكتور، نعم واضح. إذا شرودينجر إيكويل، شرودينجر إيكويجن اللي هي بتاع الكوانتم ميكانيكس، اللي هي AH بار دي بساي على دي تي، حيث ساي هنا متعلقة بالزمن، تساوي الهاملتونيان طيب. هذه إذا عملت أنت عليها ترانسفورميشن، يعني حولت تاو الزمن هنا تي اللي هو تاو، حولته الإي تي يعني عملت ما يسمى الويك روتيشن اللي تكلمنا عليها، يعني انتقلت من الزمن إلى الزمن التخيلي، يعني عوضت تي بآي تي، فماذا يسمى؟ إذا حطينا الـ H بار هنا، يعني للتبسيط فقط H بار يساوي واحد، هنا T لما تعوضها بـ IT تصبح IT، والـ I هنا تروح هنا، فالـ H حطيتها الـ H بار واحد، الـ I مع الـ I ماذا تساوي؟ يعني لأنه حطيت هنا I ماذا تعمل؟ تختزل مثال الـ I مع الـ I فتروح هنا الـ I، وعندك ما يسمى يعني بعدين ماذا حتلاحظ؟ هتلاحظ يعني بدون ما تقول دي هكتبها فقط هنا، ولكن هتقول دي هتلاحظ أنه شرودينجر إيكويجن لما تعوض الزمن بالزمن التخيلي تصبح ماذا؟ تصبح هيت إيكويجن، معادلة حرارة. يعني سبحان الله، يعني الشيء العميق جدا ما هو؟
الشيء العميق أنه شرودينجر إيكويجن هي عبارة عن معادلة حرارة هيت إيكويجن ولكن بزمن تخيل، وممكن تنتقل أيضا من ما يسمى statistical mechanics أو statistical physics إلى الكوانتم فيلد ثيوري إلى نظرية المجال الكمي أيضا بنفس الانتقال، بانتقال من الزمن إلى الزمن التخيل. هذه كإجابة على كل السؤال. نعم دكتور. معنا سؤال من الأستاذ سفيان حول الأعداد التي تسمى الأعداد أو النسب بغض النظر عن الوحدات المستعملة في الحساب، كمثال النسبة بين الإلكترون والبروتون، وقد تحدث ديراك عن ذلك، أو ثابت بلانك وشحنة الإلكترون هو 137 بغض النظر عن الوحدات المستعملة في الحساب. ولكن ما هو السؤال؟ هو يعني انت اعطتني معلومات معطيات، ما هو السؤال؟ هو هذا كان مكتوب. يا السلام عليكم استاذ سفيان، ما تفضل. لدي سؤال حول الاعداد التي تسمى بالاعداد التي لا ابعد لها، قد تحدث ديراك عن ذلك، مثلا اعداد، فمثلا النسبه ما بين كتله الالكترون وكتله البروتون، أو ثابت بلانك وشحنة الإلكترون وهو 137 بغض النظر عن وحدات المستعملة في الحساب، هل هناك نظرية تفسر هذه الأعداد؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اسمع فيها الأخ سفيان. نعم أسمعك أستاذ. نعم أسمع. طيب انت متبعني متبعني المرة اللي فات جيت في الاجتماع والمرة هذه نشفي عليه. الشيء الذي يجب أن تعرفه فقط الأخ، أنا يعني أنا عارف أنه اللهجة مغربية ولكن نتكلم باللهجة العامة علشان تكون المراد واضحة. في ثوابت كونية، في ثابت C سرعة الضوء، في ثابت H bar اللي هو H على 2 pi، في ثابت جي اللي هو ما يسمى يعني ثابت نيوتن، في الفاين ستراكشر اللي تكلمت عليه هو ثابت ما عرفش يسمى بالعربية الفاين ستراكشر اللي هو ال الفا اي يساوي 1 على 137، وفي اعداد اخرى. شوف النظرية الوحيدة والاوحد التي حاولت أنه أنت تفسر ما هي لماذا هذه الأعداد بالضبط، لأنه شوف أنت لازم تعرف كاين مبدأ اسمه الانثروبيك أو مبدأ اسمه الانثروبيك برينسيبل، الانثروبيك برينسيبل، لأنه في مشكلة أيضا في حتى لندا هنا اللي هو الثابت الكون، لأنه أخي الكريم أحد المشاكل التي أخرجت هذا الانتروبي برانسيبول، أشرح لك يعني أحد المشاكل التي أخرجت الانتروبي برانسيبول أنه لندا ثابت الكون اللي هو يعني اللي هو يعني الآن طاقة المظلمة أو تسارع الكون، نظريا اللي هي نظرية الحقول الكمية أعظم نظرية في الفيزياء النظرية، لما حسبت ثابت هذا نظريا وراحوا شافوا يعني ما يسمى قاسوا هذا الثابت، لقوا الفرق هو 10 قوة 120، يعني تصور انت 120 ضعف كخطأ error، تصور انت اعظم نظرية في الفيزياء النظرية اللي هو يعني كوانتم فيلد ثيوري اللي هي جابت لك الهيكس بوزون اللي هو اكتشفوه واللي هي جابت لك كل الانتراكشن والكواركات والكذا، يعني وكانت أدق نظرية لأنه يعني هي يعني حسبت لي شيء في الكيو دي كوانتم إلكترو داينامكس في الحقل المغناطيسي الكهرومغناطيسي، يعني دقيق جدا، يعني اثبتت انها حاليا اعظم النظريات هي الكوانتم فيلد، نظريه المجال الكمي او باللغه الفرنسيه لانك ناطق بالفرنسيه تيوري كوانتيك ديشان، وبالضبط الكوانتم الكترو داينامكس. تصور هذه النظريه العظيمه
تتنبأ لك بطاقة الفراغ، لأنه هذه طاقة الفراغ، طاقة الفراغ تتنبأ لك أنه طاقة الفراغ النظرية، طاقة الفراغ هاي اكتبها، طاقة الفراغ نظريا أكبر تماما ب 120 ضعف من القيمة التجريبية أو القيمة الملاحظة. فماذا، ما هي المشكلة؟ هل المشكلة في النظرية؟ مستحيل، لأن النظرية تاعك من أعظم الأشياء يعني، والحسابات يعني هي من أعظم النظريات اللي أوجدت حتى يعني بوزون هيكس، يعني هيكس بوزون. وفي نفس الوقت التجربة تقول أن هذه اللي تنبأنا بها أكبر تماماً من القيمة الملاحظة ب 120 ضعف. فسأل العلماء ما هي المشكلة؟ فجاء المبدأ هذا الانتروبيك برينسيبل، هو مبدأ فلسفي يعني فيزيائي فلسفي، يقال أنه نحن خلقنا يعني الكون واسع، ونحن خلقنا يعني الكون ممكن، لأنه بعض الناس تتحدث تروح إلى نظرية يعني مالتي يونيفرس أو يعني الأكوان المتعددة، أنه نحن خلقنا في كون له أعداد معينة بأمورات معينة، ولهذا نحن يعني إذا كان الكون واسع أو في أكوان متعددة، في فرضا أكوان هاي نسمها، فرضا في هاي كون هنا وهذا كون وهذا كون، نحن خل يعني موجودون في كون يعني فيه أعداد تلائم وجودنا، تلائم الإكزيستنتان. هذا هو الإنثروبيك برينسيبل، هو مبدأ فلسفي يعني، ويعني كان من متبنيه ستيفن واينبرغ. ولكن فيه شيء مهم، أن هذا المبدأ الآن يثبت وجود الله، وهذا شيء يعني مهم لنا يعني نحن مسلمون، ويعني في مسيحيين وكذا موحدين أيضا، فهذا الشيء يعني كويس لنا احنا، لانه الله سبحانه وتعالى خلقك، لانه لما تقول انت موجود في كون باعداد مميزه، لماذا هذه الاعداد مميزه؟ ومن ارادك ان تكون في هذه الاعداد المميزه؟ فهم يروحوا الى نظريه وجود الله، فهم استغفر الله، لانهم هم استغفر الله ملحدين، فيهربوا من هذه الحقيقه. لانه الاجابه عن هذا السؤال، لأنه الكلام اللي قلته أنت علشان تعود تعرف الاسم تاعه علمياً، اسمه Fine-Tuning Problem. يعني Fine-Tuning Problem، وانا قلت لك الحل الوحيد اللي هو الانتروبيك برينسيبل. لا توجد يعني لحد الان نظريه معينه الا نظريه الاوتار والاغشيه، ام ثيوري، اللي قلت لك تتكلم على الموضوع هذا، وبعدين حتى في الام ثيوري راحوا الانتروبيك برينسيبل، لدرجه هذه نختم بها، لا يوجد فيزيائي حاليا يبرهن لك فيزيائيا لماذا هذه الاعداد. والنكتة اللي حك أو كمل لك بها الحديث، أنه باولي أعظم يعني، باولي معروف تاع الفيزياء تاع ميكانيكا الكم، اللي ما لقى مبدأ يعني الاستبعاد أو إكسكلوجن تاع باولي. باولي هذا كان فيه صفة أنه كان يعني يسب الناس، يعني أنت ما تفهمش أو شخص ما يفهمش يقولوا أنت حمار، يعني أنت حمار ما تفهمش، يعني لسانه كان يعني والشيء الشيء كان فض، كان فض غليظ يعني، مش إنسان اجتماعي. الشيء اللي تسمع فيها الأخ صفيان؟ نعم أسمعك أستاذ. النكتة التي تقال أنه الشخص هذا في نهاية حياته في الخمسينات أصبح مهووسا بالرقم هذا، الفاين ستراكشر ألفا إي تاع 1 على 137، اللي هي القوة بتاع الحقل الكهرومغناطيسي. لماذا 1 على 137؟ لماذا؟
لماذا وكان ما هو لماذا ما... لماذا لماذا لو أضيف أزيد جزء صغير ينهار الكون؟ لماذا لو أنقص جزء صغير ينهار الكون؟ فبالتالي لماذا 137؟ فراح لصديق مريض يعني طبيب نفسي وعالج عنده لمدة أشهر يعني علشان الرقم هذا. لماذا الرقم هذا بالضبط؟ النكتة أنه دخل إلى مصحة نفسية وبعدين يعني دخل إلى المستشفى وتوفي في الغرفة 137. يعني هذه يعني لهوسه الشديد اكتشف يعني الطبيب تاعه انه توفي في الرقم الذي يعني كان مهوس به اللي هو 137. ولكن سفيان لحد الان من سيقول لك لماذا هذه الارقام بالضبط؟ لماذا؟ الا شيء واحد هو ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في يعني في كون ملائم لوجودنا. هذه النظرة الفلسفية الموضوع. أما فيزيائية في شخص برهن عليها بالورقة والقلم لا يوجد أخي الكريم لحد الآن. نعم دكتور. شكراً أستاذ على التوضيحات. شكراً جزيلاً. السلام عليكم دكتور. أهلاً الأخ أحمد شاكر. أهلاً أهلاً. بارك الله بيك. الله انت لا ترحمنا في الايام العادية ولا ترحمنا في الراحة ولا في الويكند ولا اي شيء يا احمد، ولكن صاحبي وعزيز علي. تفضل يا اخي. الله يخليك دكتور. انا الحقيقة والله اسئلة كثيرة بس انا ما راح اسألها كلها، راح اسأل سؤال واحد او سؤالين او ثلاثة على الاكثر. طيب استاذ احمد تسمح لي استاذنك نمشي على الدور. اذا تكرم في معنا الأستاذ أو الأستاذة سن طالب الإذن بالحديث بالسؤال من فترة، ثم نعم نشوف أستاذ أحمد. نعم نعم حاضر. شكرا لك. عفوا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت سن مرة أخرى. أستاذ فقط أريد، أنا طالبة ليس تخصص فيزياء لكن أريد توجيهك نحو ميكانيكي الكم. لا انت قلتي لي يعني انت تكلمتي وقلتي انه سالتني على سؤال كيميائي وقلت لك العلاقه ما بين يعني الحاجات، يعني ما هو سؤالك الان اخت بالضبط؟ يعني اعتقد هي غير اخت. لست انا. اول سؤال، اول مره بسال. لست انا سابق ماشي. تفضلي. يعني انتو صن اثنين صن اثنين شموس يعني. تفضلي. بدايه نحو استفسار في ميكانيك الكم، ما هي الفروع التي تتكون منها ميكانيك الكم؟ هل هي تتفرع إلى قسم ميكانيك الكم النسبية والنسبية؟ سؤال أول. أختي من فضلك ربنا يحفظك إن شاء الله، أنا سمعت السؤال ولكن حاولي ترفعي الصوت، حاولي ترفعي الصوت فقط باش يكون الأسئلة واضحة. إضافة أخبرك على ميكانيك الكم أنها تنقسم إلى قسمين، ميكانيك الكم النسبية وغير النسبية. ما معنى النسبية وما معنى غير النسبية بالنسبة للفيزيائيين كوني بعيدة كل البعد عن الفيزياء؟ تخصصي ليس فيزياء بل رياضيات. ثانيا الدوران تاع لاحظت انه لكل معادله لها سبين، مثلا جينا ديراك لها سبين ان دومي بروك ان كثيره. السؤال الثاني قاعد يتقطع الاخت سان، يعني ما اعرفش الاخ احمد الشاذلي سمع ولا لا. للاسف كمان عندي الصوت ما كان واضح، اعتقد من المصدر. هل هناك فقط سكسيت ثاني عن السبين؟ لاحظوا ان استاذ بقي سبين كاين سبين ان دومي سبين زيرو، كل معادله نقدروا نجبروا مثلا في ميكانيك الكم النسبيه كل معادله عندها سبين تاعها الخاص بها الرقم هذاك.
على أي أساس توضع هذه الأرقام؟ يعني هل الفيزيائيين قاموا بعملية تجريبية في المخبر باش وضعوا هذه الأرقام أو على أي أساس؟ هذه الأرقام على أساس يكونوا بوضعها. سؤال ثاني أشبار. اصطلاحا نحطوا بلي أشبار تساوي سرعة الضوء تساوي واحد على أي ما هو المستوى تاعك الأخت كريمة؟ المستوى تاعك طالبة جامعية تخصص رياضيات. طالبة جامعية تخصص رياضيات. ليسانس ولا ماستر؟ دكتوراه فيزياء نظرية ولا رياضيات فيزيائية أو فيزياء؟ رياضيات. رياضيات أوكي. رياضيات. دكتوراه رياضيات ها. إيه وش الرياضيات وانا نوع توبولوجي الجبري نعم. هو تخصصي في الأناليز لكن الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية اتجاه نحو الرياضيات الفيزيائية. أوكي. يعني هذيك ما عنديش معلومات كثيرة على ميكانيك الكم. يعني خليني فقط انت قولي لي فقط يعني انا اريد انك توضحي الاسئلة حاعد لك الاسئلة تاعك وقولي لي نعم او لا. السؤال رقم واحد لماذا توجد ميكانيك الكم نسبية وغير نسبية؟ هذا السؤال الاول صحيح؟ نعم والفرق ها. والسؤال السؤال رقم اثنين لماذا يعني قلتي هذا السؤال رقم ثلاثة اللي افتكرته لماذا الستة نضعها H بار ونضعها واحد والسؤال رقم اثنين السبين دائما ينعطيه له قيم واحد على اثنين ثلاثة على اثنين لماذا تضع هذه القيم هل هي نظرية أم هي تجريبية صحيح هذوما الأسئلة الثلاثة صحيح فيما يخص سبين أستاذ على أي أساس الفرق بين أنه مثلا كل تعديرك عندها أندومي ومثلا معليش أنا سمعت واضح حنكتب البلاك بورد واضح عليك كي نكتب السبورة واضح أستاذ شوف نبدأ لك بما يسمى وهذه بدأتها حتى مع الطلبة تعملها شوفي نيوتن لاحظ أنه يعني كل شيء يتحرك يعني الأجسام الصغيرة تتحرك النملة تتحرك أنت تتحركي الكواكب تتحرك كل شيء يتحرك فأسس علم الحركة علم دراسة الحركة اكتشاف كل شيء يتحرك ف علم دراسة الحركة سماه الميكانيكس علم دراسة حركة الأجسام مفهوم الأخت سان؟ مفهوم الآن جينا سألنا نيوتن قلنا له كم نوع من الميكانيك يا اخي انت ميكانيك اسست علم دراسه حركه الاجسام كم نوعا من الميكانيك قال لي عندي نوعين من الاجسام اولا ما دام هو علم دراسه حركه الاجسام فالاجسام نوعين على حسب هو في اجسام كبيره جدا كانا وانت والمجرات والكواكب والاشياء الكبيره والمباني اسمها العالم الكبير جدا او الماكروسكوبي العالم الماكروسكوبي ماكروسكوبيك وورلد العالم الكبير جدا يعني نحن الأرض الكواكب المجرات الكون إلى غير ذلك وقال لك في النوع الثاني هو المايكرو بالإي يعني بالآية مايكروسكوبي
اللي هو علم اللي هو العالم الصغير جدا، العالم الصغير جدا اللي هو عالم الجسيمات، يعني الكترونات، ذرات الى غير ذلك. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم مفهوم. اوكي، جاء معناتها كم عندي الميكانيك؟ ما دام ميكانيك هو علم دراسه الاجسام فعندي نوعين، صح ولا لا؟ صح صح. جاء اينشتاين قال له عندي مشكله معاك، قال له ما هي؟ قال له المشكله انه في تفصيل صغير يعني انت ناسيه. قال له ماذا؟ قال له انا ادخلت مفهوم تاع السرعه، في اجسام سرعتها صغيره جدا مقارنه بسرعه الضوء، وفي اجسام سرعتها كبيره جدا تصل الى سرعه الضوء. اذا فهاته النوع الاول ينقسم الى قسمين على حسب السرعة، والنوع الثاني أيضا ينقسم إلى قسمين على حسب السرعة. إذا في ما يسمى أجسام كبيرة جدا السرعة تاعها V أقل تماما من سرعة الضوء، يعني سرعتها صغيرة جدا، وفي أجسام كبيرة جدا سرعتها بالتقريب سرعة الضوء. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. نفس الشيء هنا، في الكترونات وذرات وجسيمات سرعتها في اقل تماما من سرعه الضوء، وفي جسيمات الكترونات وذرات سرعتها في بالتقريب من سرعه الضوء. اذا على حسب هذا التقسيم كم نوعا من الميكانيك اختي موجود؟ قسمين. أربعة. واحد هي أربعة. أربعة. إذا نبدأ نسميهم نحن، نبدأ تسميتهم، نقوم بتسميتهم. العالم الآن الأولى الأجسام الميكروسكوبية أو العالم الكبير التي سرعتها في أقل من سي. تقول لي أعطيني مثال، نقول لك نحن أجسام كبيرة جدا والسرعة تاعنا في أقل بكثير من سرعة الضوء. صحيح. ندرس بماذا؟ يعني الفيزياء تدرسنا ماذا؟ بالميكانيك الكلاسيكي تاع نيوتن او كلاسيكال ميكانكس، يعني اول علم هنا نسميه هو كلاسيكال ميكانكس او ميكانيك الكلاسيكي تاع نيوتن. مفهوم؟ مفهوم. النوع الثاني هو اجسام سرعتها هي كبيرة جدا، يعني مثال الثقب الأسود والسرعة تاعه بالتقريب سرعة الضوء. إذا هذه أو الشهب أو أشياء كبيرة جدا ولكن السرعة تاعها كبيرة جدا بالتقريب سرعة الضوء، هذه ندرسها عن طريق أكي معايا ولا لا؟ معاك أستاذ حاضر. هذه ندرسها عن طريق الميكانيك النسبي. Relativistic ميكانيكس، الميكانيك النسبي بنوعين، النسبية الخاصة special relativity زائد النسبية العامة general relativity. مفهوم الآن؟ مفهوم. رحنا قلنا الأخ الكريم والنوع هذا، النوع هذا في إلكترونات، الإلكترون ماذا معروف عليه؟ أنه السرعة تاعه أقل بكثير من سرعة الضوء، هو صغير ولكن سرعته قليل. إذا يدرس عن طريق الميكانيك الكم الغير نسبي اللي هو known relativistic quantum mechanics أو ميكانيك الكم غير نسبي. صح. الآن عندنا الفوتونات أو نجيب هذا الإلكترون هذا، وزي ما يعملوا في سويسرا في المصادم هذا، يجيبوا الإلكترون ويقوموا بأجهزة تجريبية بتسريعه حتى تصل سرعته إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء. إذن هنا أختي ماذا تحتاجين؟ تحتاجي ميكانيك الكم لأنه الجسيم صغير جدا، وتحتاجي ماذا؟ تحتاجي أيضا النسبية الخاصة لأنه السرعة كبيرة جدا. إذا ماذا تحتاجي هنا؟ تحتاجي الميكانيك الكم
زائد النسبية الخاصة special relativity، وهذا تسمى بنظرية الحقول الكمية أو نظرية المجال الكمي أو theory quantic des champs أو quantum field theory بالإنجليزي. فهمت الآن ما بين ما هو الفرق ما بين الميكانيك الكم النسبي غير النسبي والنسبي؟ فهمت شكرا. يعني الأول الغير النسبي عندك جسيم صغير جدا ولكن سرعته أقل بكثير من سرعة الضوء. ولكن الثاني وهنا يعني تصفيه معادلة شرودينجر ويكون جسيم واحد فقط، ولكن إذا أصبحت سرعته بالتقريب سرعة الضوء لا يصبح جسيم واحد، يصبح حقل، وتدرسي على شكل حقل وتصبح العلم اسمه نظرية الحقول الكمية، وتصبح المعادلة الدراسة هي معادلة ديراك وليست معادلة شرودينجر. مفهوم السؤال الأول؟ مفهوم أستاذ. نروح للسؤال الثاني. نعم. الله سبحانه وتعالى لما السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق المادة أشياء تتكون من مادة وأشياء يعني، والمادة هذه ما بينها قوى. نعطيك مثال، خلق الله سبحانه وتعالى الكواكب وما بينها قوة الجاذبية، صح ولا لا؟ صحيح. إذا الكون يونيفرس يتكون من شيئين خلقه الله، هي الماء الماتر المادة والفورسز القوى، عندنا القوى وعندنا المادة، يعني عندنا المادة وعندنا القوى التي ما بين هذه المادة، واضح ولا لا؟ واضح. طيب فجاء شخص هما اثنين يعني اسمه فيرمي وهو عالم إيطالي والثاني هو ديراك، ودرسوا الأجسام التي يعني تكون الجسيمات التي تكون المادة، يعني ودرسوها بالرياضيات عن طريق علم الإحصاء الستاتيستيك. جاء قال لك يعني أنا عارف إنه هذه الجسيمات مختلطة، الآن ندرس الجسيمات اللي تكون المادة. فيعني الجسيمات هذه عندها إحصاء رياضي ستاتيستيك، ولهذا تسمى فيرمي ديراك ستاتيستيك. ولأنه ديراك يعني إنسان معروف كذا وفيرمي كان حتى هو معروف، فسميت الاسم الجسيمات باسم الشخص الأول، سميت فيرميونز. فيرميونز معناتها الفيرميونات هي جسيمات التي تكون المادة، واضح ولا لا؟ واضح. وعندها ستاتيستيك يعني ما هوش كلام ولا كذا، فجابوا الخصائص الفيزيائية ويعني وجمعوها وعملوا لها إحصاء، عندها رسم، عندها باراماتر، عندها كل إحصاء اللي تعرفين. جاء شخص هنا في القوى ودرس الجسيمات التي تصف القوة، وهذا الشخص هندي اسمه بوز، وأعانه شخص اسمه أينشتاين معروف، وعملوا إحصاء آخر، إحصاء لهذه الجسيمات اللي اسموه بوز أينشتاين ستاتيستيك. وهذه الجسيمات سميت احتراما للعالم الأول اللي هو الهندي، وسميت البوزونز أو البوزونات. مفهوم الآن؟ إذن الكون ماذا يتكون؟ يتكون من مادة تشكلها جسيمات الفيرميونات، وهي تتكون من قوى تحملها جسيمات البوزونات. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. ما هو السبين أختي الكريمة؟ السبين هو الله سبحانه وتعالى، هذه بالمفهوم التبسيطي للكرياضي، الله سبحانه وتعالى لما خلق الكواكب، الكواكب هذه تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، صحيح ولا لا؟ صحيح.
فالله سبحانه وتعالى حتى الجسيمات خلقها بنفس الشيء. فالإلكترون يدور حول النواة ويدور حول نفسه، دورانه حول نفسه اسمه spin. spin هي كلمة، هو فعل باللغة الإنجليزية معناتها الدوران حول النفس. حتى هذوك اللي بيتسلقوا يعني اللي بيلعبوا البنات هذوك اللي بيلعبوا الرقص على الجليد وتلاقيها دور دور كذا، فهي يقولك to spin. She is spinning. إنها تدور حول نفسها. مفهوم ولا لا؟ فالسبين هو دوران الجسيم حول نفسه. السؤال الذي يطرح الآن، شوف التبسيط، لماذا كاين زائد وناقص؟ أفهم أختي؟ هذه زجاجة المية قاعد تشوفي فيها ولا لا؟ نعم. قارورة المية قاعد تشوفي فيها؟ هيك نشوفها ها. ها أوكي. الآن هذا الغطاء مقفول ولا لا؟ يعني مغلق الغطاء. مغلق. الآن أنا هذا الغطاء حدوره على نفسه، حخليه يدور على نفسه. الآن راح أفتحها، شوفي لما أفتحها دوران حول النفس ولكن أب طلوعا. لما أقفلها حدوره على نفسه نزولا. إذن فالدوران حول النفس طلوعا هو زائد، والدوران حول النفس هبوطا هو ناقص. مفهوم ولا لا؟ مفهوم مفهوم. يعني كأنه هذه زائد نصف وهذه ناقص نصف. فهمتي الآن؟ الآن فهمتي التقسيمات وفهمتي لماذا في ما معناتها spin وما معناتها زائد وناقص. مفهوم لحد الآن ولا لا؟ مفهوم مفهوم. ولكن ما دام قلنا هذا إحصاء، إحصاء هو علم رياضيات إحصاء، ففيرمي وديراك لقوا أنه الجسيمات المكونة للمادة الدوران حول نفسها يكون يجب أن يكون إما نصف إما 3/2 إما 5/2، المهم يكون عنده نصف حقيقي. إحصاء إحصاء قاعدين يعملوا الإحصاء كانوا عملوا إحصاء الكورونا مثال، قالك الكورونا أهم مشكلة فيها أنه كذا وكذا. مفهوم ولا لا؟ مفهوم مفهوم أسلم. وأنه عملوا الإحصاء بتاع بوزونات لقوا السبين بتاعها لازم يكون إما صفر إما واحد إما اثنين، معناتها عدد عادي طبيعي. فهمت الآن لماذا الفرق؟ سؤال ثاني جاوبنا عليه ولا لا؟ ها مفهوم أستاذ. برك أستاذ بالنسبة للسبين قاموا بتجارب ولا عبارة عن مجرد إحصاءات؟ باش حطوا هذه الاعداد؟ لا لا احصاءات لا لا احصاءات. اسمعيني خليني اكمل. هي احصاءات ولكن بعدين عملوا لها تجريبيا تحقق 100% لدرجه انهم في كتب، في كتب اعطيني دقيقه فقط اختي حاجب لك كتاب صغير. دقيقه ما شاء الله. أختيك معايا؟ آه ها معك أستاذ. شفتي الكتاب هذا؟ الكتيب الصغير هذا؟ ها أقرب يعني أقرب الكتابة اسمه Particle Physics Booklet. هذا في مسرع الإلكترونات أو مسرع الجسيمات في جنيفا في سويسرا. هذا كل سنة يعطيه إلى الأساتذة أو طلبة الفيزياء النظرية، تطلبيها أونلاين ويبعثه لك للبيت. المهم تثبتي أنك طالب فيزياء نظرية ولا يعني أستاذ فيزياء نظرية. الكتيب هذا فيه أسماء كل الجسيمات وكل سبين بتاعها. أعطيك مثال ها. فين الإلكترونز؟ مثال خلينا من الإلكترونز لأنه مش عايز. مثال هنا مكتوب
الميزونز اللي هو الباي بلس ماينس، الباي بلس ماينس كاتبين اسمعيني الماس ام 139.57 زائد ناقص 0.3 اصفار 35 ميجا الكترون فولت. المين لايف يعني الزمن تاع العيش تاعو هو 2.60 في 10 قوى ناقص 8. السبين تاعو وجميع الاحتمالات يعني تاع التفكك تاعو، والسبين بتاعو هو 3 على 2 زائد ناقص 0.0. كل شيء، كل الجسيمات محققة تجريبيا بالسبين تاعها بالجسيم، وهذه كل سنة يجيبوا يعملوا عليها يعني تحديثات أبديت. كل سنة يعني أطلب الكتاب ويأتيني علشان أحتاج أي معلومة يعني تبصي عليها ولا تشوفيها، فالموضوع نظري ولكن تجريبي محقق بالتدقيق. هذا السؤال الثاني. أطلع دكتور في على الشات رسائل الشكر والمديح للجلسة الممتعة والمفيدة. الكثير من الحضور كان عم بيذهنوا كثير من الأسئلة لا إجاباتها بجلسة اليوم. أيضا بدأت تجينا مناشدات لإنهاء الجلسة رأفة بحضرتك أنه تعبت. بكل أحوال رح ناخذ آخر سؤال مع الأستاذ معتز، كان هو بعد سؤال مكتوب ولكن أيضا لا أكمل. سامح لي الأخت صن، أرجع الأخت صن لأنه ما زال سؤال أخير فقط. نعم تفضل. تكلمتي على ال H bar تساوي C تساوي G تساوي 1، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. هذه فقط هي وحدات، فقط هي للتبسيط يعني في بعض الأحيان لتبسيط الحسابات نعتبرها، لأنه C هذا هو عدد في سواء 3 × 10^18 يعني اللي هو 300,000 كيلومتر في الثانية، والجي هو ما عرفش كام، والإتش بار هو 1.05 × 10^-35 جول سكند. هي أرقام ممكن نبسطها نعتبرها هي الوحدة، ولهذا تسمى الوحدة يعني للتبسيط. علشان أنا ما أكتبش مثال E equal إيجال MC سكوير، وأكتب مثال E تساوي H نيو أي أو لا إتش بار أوميجا ولا على حسب يعني، ولا E تساوي H نيو، فممكن أحط هذه واحد كلها واحد. هذا فقط يعني أعتبرها كوحدة فقط، هي أعداد، لأنه أنت لما أقول E equal MC مربع، أنت في اللغة تاع الرياضيات ماذا تقولي؟ أنه هذا هو عبارة عن عدد، ما هيش الحاجة اللي وصلتني من المعادلة، أنه E و M هما متناسبين يعني متناسبين، مفهوم ولا لا؟ نفس الشيء بهذا، نفس الشيء، فالعدد لا يهم إذا كان 2 أو 3. للتبسيط الحسابات فقط نعتبره الوحدة، ولهذا سميت يعني باليونت يعني بالناتشرال يونت، أو يعني فقط هي شيء للتبسيط فقط، لأنه عدد في كل لا يؤثر على الفيزياء، لأنه أنا الفيزيائي أهتم بالفيزياء، أنا عارف أنه الأم تتحول إلى طاقة وطاقة تتحول إلى كتلة، السي هذا هو عدد، فهمتي ولا لا أختي؟ مفهوم واضح أستاذ، جزاك الله ألف خير. ربنا يحفظك. شكرا. تمام دكتور، ناخذ السؤال الأخير مع الأستاذ معتز، كان بعد سؤال مكتوب ونفس الوقت رفع إذا حابب يعمل مداخلة صوتية، فممكن نسمع منه السؤال بشكل صوتي. تفضل أستاذ معتز. أستاذ معتز سامعنا؟ طيب نختم معناتها مع الأستاذ أحمد. تفضل أخ أحمد. شكرا الأخ أحمد. لا الأخ معتز كتب حاجة ولا ما أعرفش. from السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام أخ معتز، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاح. أشكر حضرتك على كرمك في المعلومات وطريقة الشرح الرائعة، وأشكر المنتدى
ما أحب أطيل على حضرتك. قرأت في تعبير لأحد الفيزياوين اللي حسب ما يوصف بالمودرن فيزيكس، وذكرت النص لحضرتك اللي هو يقول reality is not contained within a space. Space is a momentaneous crystallization of a theater for reality where the motions and interactions of the macroscopic materials and energetic entities take place. البلجيكي ديدريكس إيرتز. My question is about crystallized, momentaneous crystallization. What will be crystallized? ما هو الذي سيتبلور؟ وفي أي مسرح؟ وما هو الماكروسكوبيك ماتيريال and energetic entities that the interaction will take place؟ يعني أنت على حسب الكلام، أنا ما عنديش يعني خلفية على الكلام تاع الأخ هذا، ولكن شوف الآن حاعطيك النظرة العامة وانت سقطها على الحاجة دي. قاعد تشوف البورد الأخ معتز. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. أهم سؤال في الفيزياء النظرية الذي طرح دائما من وقت يعني نبدأ من وقت أرسطو علشان تكون الأمور واضحة. يعني عندك أرسطوطل، عندك space وعندك time. بالنسبة لأرسطو، أك معي؟ نعم نعم أنا أستمع. بالنسبة لأرسطو space هو عبارة عن نقاط معينة وكاين بينها يعني فراغ معين، وهي فقط يعني نستخدمها هي الشيء، هي مسرح الأحداث كما تتكلم أنت، هو مسرح الأحداث يعني. فهنا هذا هو التعريف تاع أرسطو. التايم هو الميجرمنت اوف تشينج، هو قياس التغير. يعني بالنسبة إلى أرسطوطل الزمن هو قياس التغير. يعني مثال، أنا الآن أتكلم معك، بعدين تسقط الأمطار، بعدين الأمطار تسقط على الزهرة، الزهرة يعني تنبت، بعدين تجي نحلة تلقح الزهرة، تخرج ثمار، هناك تغير أحداث، إذن فهناك زمن. إذا ما فيش تغير الأحداث لا يوجد زمن. مفهوم النظرة تاع أرسطو؟ نعم. جاء بعدين شخص اسمه آيزك بارو هو السوبرفايزر، هو المشرف تاع ما يسمى إسحاق نيوتن. نعم. وهو يعني كانت عنده نظرة فلسفية فقط أن الزمان موجود قبل وجود الكون أساساً، وكان لأنه كان مسيحي كاثوليكي، والناس اللي تتبع يعني المذاهب الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية، كان إحنا مسلمين وكان المسيحيين وكذا، يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض مثال في 6 أيام. فما معناتها؟ أنه الزمن 6 أيام، ليست الأيام التي موجودين نحن فيها، لأنه لا يوجد وقتها لا شمس ولا أرض ولا كذا، ليس اليوم البشري، ولكن هناك 6 أيام، هناك 6 مراحل، هناك الزمن قبل الكون. إذن كان يؤمن بارو، أول واحد يعني جاته الفكرة الفلسفية، أن الزمن ليس له علاقة بالتغير، أن الزمن موجود لوحده، هو شيء منفصل على يعني على change، حتى لو ما فيش تغير هو موجود الزمن. والمكان نفس الشيء، ولهذا جاء بفكرة، ولهذا لما يقول لك الزمن مطلق، ليس يقصد الزمن مطلق، يقصد به أنه حتى لو نفرض أنه لا يوجد تغير في هذا الكون، فهناك شيء اسمه زمن. نعم. الآن والمكان بالنسبة له ما زال هو المكان المطلق الذي تدرس بالنسبة، يعني هو الساكن، هو الشيء الساكن، هو مصدر يعني مركز الأحداث أو مسرح الأحداث، ونحن والكل هما يعني ممثلين في هذا المسرح. نعم. فجاء نيوتن اللي هو تلميذه آيزاك نيوتن،
وأدخل هذه الفكرة في الفيزياء، يعني ما أصبحتش فلسفة، أدخلها في الفيزياء، يعني أصبح time dynamical، يعني أصبح هو variable parameter تدرس به كل حاجات، وهو مستقل، هو ليس له علاقة بالتغير وهو موجود يعني. فهو يعني فرض هذه الفلسفة تعبر وفرضها في تأسيس الفيزياء الكلاسيكية. صح. راح تقول لي ما هي علاقتها بالسؤال تاعك معايا ولا لا؟ نعم نعم أنا مستمع جيد. لما جاء أينشتاين يعني أصبح الزمان ما أطلق عليه زمان أنا، فهو يعني زمكان بالنسبة لك، أصبح الزمان، أصبح مفهوم الزمان والمكان أصبح نسبي، ولكن قلت لك بعض العلماء ما يفضلوش كلمة نسبي، أصبح شخصي personal، يعني أنا عندي زمني الخاص، زمني الشخصي، كما أنا عندي ID بطاقة تعريف فأنا عندي زمني الشخصي، لا يشاركني قاعد كل بصمة، عندي زمني قاعد كل بصمة خاص بي. إذن تغير مفهوم الزمان والمكان وجمع في بعض. الآن كل الأشياء هذه واضحة، ولكن ماذا كان يتفق نيوتن وأينشتاين وديراك وكل حاجة يتفق على شيء واحد؟ لا يعني هذا كلهم يتفقوا على هذا، وحكتبه لك الآن. نعم. يتفقوا على أن space and time are fundamental. يعني أساسيين. ما معناتها أساسيين؟ يعني هما أساسيين لبناء الفيزياء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، يعني خلق قبل ما يوجد في الكون أو توجد المادة، يجب أن يكون مسرح الأحداث موجود اللي هو الفضاء، ويجب أن يكون الزمن. مفهوم لحد الآن ولا لا؟ نعم، يعني جدا واضح. نيوتن وأينشتاين متفقين أن الزمن والمكان هما فندمنتال أساسيين إلى غاية ما جاءت المصيبة، لأنه الأخ الكريم هذا اللي علق، هو علق على مصيبة أخرى. المصيبة إمتى جاءت؟ جاءت بعد ما جاء شخص اسمه ويلر. نعم، ويلر اللي هو العالم كبير، هو يعني كبير الفيزيائيين، عاشر أينشتاين في نهاية حياته، وهو اللي سمى البلاك هول بلاك هول، وسمى الورم هول ورم هول، وسمى أشياء أخرى. وهو كان في برينستون، كان هو الطالب بتاعه فايمان، وكان الطالب الثاني بتاعه ما يسمى اللي تحصل على جائزة نوبل في على الأمواج الجاذبية، نسيت اسمه يا ربي الله. هذا كان في رحلة، يعني كان في رحلة فاتصل، يعني كان في رحلة في هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان نازل يعني انتقل من محافظة، من بروفنس أو من ولاية أمريكية إلى ولاية أمريكية، وراح على ما أظن كارولاينا، وكارولاينا كان فيها صديقه اسمه دويت. نعم. فدويت هذا يعني اتصل به، تصور انت يعني عنده مدة ترانزيت 3 ساعات، هو في المطار وصل ويلر، هو مش عاوز يضيع الوقت بتاعه السودان، فاتصل بصديقه ودويت قال له السلام عليكم، انت الاخ الكريمك موجود في الجامعة؟ موجود. قال له عندي فكرة. قال له ما هي الفكرة؟ قال له انا عاوز اكتب ما يسمى، ما سماه هو شرودينجر أينشتاين إيكويجن، سمع زي كذا شرودينجر أينشتاين إيكويجن. ما معناتها؟ أنه نكتب ما يسمى، لأنه معادلات أينشتاين تعرف أنها معادلات غير خطية، نون لينير يعني إيكويجن، ونعرف أنه معادلة ما يسمى شرودينجر هي لينير إيكويجن، يعني
فبالتالي هو عاوز أنه يكتب ما يسمى معادلات الحقل تاع الجاذبية بطريقة كما عمل ديراك، يعني كما عمل ديراك مع كلين جوردن، حاول يكتبها من معادلة يعني second derivative in time and second derivative in space، يكتبها بطريقة معادلة شرودينجر، لأن معادلة شرودينجر دائما هي الأساس. فحاول ما يسمى ويلر، حاول ويلر أنه يكتب ما يسمى معادلات أينشتاين النسبية العامة اللي هي نون لينير غير خطية، يكتبها بطريقة شرودينجر إيكويجن اللي هي خطية، وكتب المعادلات. يعني هو أول واحد أسس إلى معادلة جاذبية كمية، لأنه هنا في جاذبية وهنا في تكمية. فجاءه دويت، يعني جاءه إلى الأيروبورت إلى المطار، فشاف المعادلة، يعني بص على المعادلة، قال له يا حفيظ يا ستار، قال له ليه؟ قال له أخويا يعني أنا حقول لك في خطأ كذا، وقاعد يصلح معاه بعض الأشياء. بعدين قال له أقول لك كلام، أنا مش عاوز أنك تكتب اسمي في المعادلة هذا، ولا عاوز أنك تنشر المقال أساساً. نعم معي ولا لا؟ نعم وسميت سماها دويت نفسه، سماها دويت نفسه The Down Equation، معادلة اللعنة. The Down Equation، معادلة اللعنة. وبعدين تفاجأ أنها سميت باسمه ويلر دويت إكويجن اللي طمز لها بW ويلر دويت دي ويت إكويجن، وهي أول معادلة الجاذبية الكمية. بعض الناس يسموها يعني شرودينجر أينشتاين إكويجن. لماذا سماها بالمعادلة اللعنة؟ سماها لأنه كل معادلات الفيزيائية تدرس، لأنه هو وش كان عاوز يعمل، يكتب ما يسمى الويف فانكشن نتاع حقل الجاذبية، يعني الدالة الموجية بساي تاع حقل الجاذبية. فلما كتبها لهذه الدالة الموجية تتغير بالنسبة للزمن، لما جمع النسبية العامة مع ميكانيك الكم وحاول يكتبها، فتفاجأ أن الزمن اختفى. الله، مفهوم الزمن اختفى، لا توجد الإكويجن، أصبحت الفاريبلز تاعك المتغيرات الديناميكية تاعك أصبحت لا تحتاج زمن أساسا. الله. يعني تصور أنت النظرية التوحيدية التي كنا ننتظر فيها، معادلة النسبية التي ننتظر، وهذا المعادلة الجاذبية الكمية التي ننتظر فيها، يفقد عندها الزمن معناه. فهنا أصبح اختلف السؤال، وأصبح لأنه الزمن أصبحت ليس قيمة له قيمة في ما يسمى في التوحيد، ليست له قيمة في بناء الفيزياء، إذن لم يصبح أساسياً. فتبدل السؤال، ما هو السؤال الذي تبدل بعد المصائب هذه؟ أك معي الأخ معي؟ نعم مستمع نعم، الدام إكويشن واختفى الزمن. نعم أصبح السؤال، هما سؤالين، سؤال رقم واحد والثاني. سؤال رقم واحد، Is space fundamental or emergent? هل الفضاء أساسي، يعني هو مصدر الأحداث وهو مسرح الأحداث وهو الأساس وبعدها جاءت المادة كلها، أم هو مشتق، هو شيء مشتق من شيء آخر، هو شيء ولكن ما كان شيء أساسي قبل؟ سؤال رقم 2، Is time fundamental or emergent؟ سؤال الأول والثاني، هذه الأسئلة لم تطرح إلا بعد ويلر دويت إكويجن، إلا بعد المصيبة تاع ويلر دويت إكويجن، لأنه كان يعني في نظرة توحيدية
أنه space و time هما fundamental 100%. بعد المشكلة تعويل التعويل شكوا في الموضوع، ولكن حاليا نحن متأكدين بأنه هذا السؤال الأول، أنه space هو emergent للأسف مشتق. أما time اختلف العلماء هل هو fundamental، في بعض الناس موجود هنا في بعض الناس موجود هنا. معظم الناس رايح الإيمرجنت، ولكن في أقوى ناس موجودون في الفاندامنتال. والسؤال رقم اثنين هو من أعظم الأسئلة حول الزمن. أما السؤال الأول space fundamental or emergent، هو emergent لماذا؟ لأنه أنت لما تصل إلى النظرية التوحيدية أو حتى ميكانيك الكم الويف فانكشن تكتبها في X هي الزمن، هذه هي المكان، ولكن ممكن أنا أتحول عن طريق فوري ترانسفورم، يعني تحويلات فوري من X إلى Space من الفضاء العادي إلى الفي إلى الفضاء الزخم. فممكن أكتب الفيزياء كلها بدلالة في. إذا أصبح X أو الفضاء X Y Z أصبح هو R، أصبح غير مهم أساس في كتاب الفيزياء. بل ممكن أنا في ما يسمى في فضاء التطور، أو ما يسمى مش فضاء التطور، في الفضاء الذي يكتب بالفاريبل المتغير فيه، ممكن أكتب كل الفيزياء ميكانيكا الكم وغيرها ولا أحتاج للفضاء أساسا. إذا في الفضاء لم يصبح مسرح الأحداث، بل هو مشتق من شيء. وبعض الناس قاعد تشوف إنه التشتقاق جاي من شيء اسمه إنتانجلمنت، التشاكل. إنتانجلمنت. مفهوم لحد الآن؟ نعم يعني نعم بارك الله فيك. عارف لما يقول fundamental ولا للأسف يعني النظرة، وهذا صاحب نظرة الشخص اللي قاعد تكلم عليه crystallizing، ولما يقول crystallizing معناتها لأنه جماعة الانتانجلمنت أو حتى جماعة اللوب كوانتم جرافيتي يروا أنه الستراكشر يعني البنية بتاع الزمكان على مستوى التوحيد اللي هو بلانك سكيل يجب أن تكون عن طريق نون كوميتاتيف جيومتري، نون كوميتاتيف جيومتري عن طريق الهندسة التغير تبديلية نون كوميتاتيف جيومتري، معناتها نفس مبدأ هايزنبرغ ولكن جيومتري اللي هو دلتا واي أكبر أو تساوي من ثيتا على اثنين. يعني ماذا؟ يعني يصبح أنت قديماً كان عندك فضاء X Y أصبح فيه هي نقطة وتحدث فيها هي نقطة. أصبح الآن أنه الضرب ما بين X Y غير تبديلي. ما معناتها؟ أصبح الفضاء لا يتكون من نقطة، أصبح يتكون من دلتا X يعني X واحد X اثنين. الفرق ما بينهم هو دلتا اكس، وهنا واي 1 واي 2 ما بينهم دلتا واي، فاصبحت هذه دلتا اكس وهذه دلتا واي، وهذه اصغر من هي ثيتا على 2، فاصبح الفضاء متكون من زي ما تسمى انت يعني ما يسموه هم خلايا، او اصبح متقطع، او اصبحنا نعمل كريستالايزين ل بارك الله فيك بارك الله فيك. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. شرح رائع. شكرا لوقتك. بارك الله فيك. شكرا للمنتدى. هذا لقاء ثاني مع حضرتك، كلنا الشرف لك. لا في أي وقت مرحبا بك، سواء على الخاص أو مرحبا بالإخوة الكرام أيضا على الخاص أو في أي وقت إن شاء الله. وممكن يعني ممكن بعد يعني أيام ثلاث أيام أربعة نعمل ميتين آخر مع جميع الناس. زادك الله خيرا وفضلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا للمنتدى، حياكم الله، مع السلامة. مشكور دكتور، الله يعطيك العافية، مبارك فيك. أعتقد ما بقي لنا غير أنه نختم مع الأخوة الأساتذة الأفاضل اللي صبروا معنا لمدة أربع ساعات. شكرا لك دكتور على وقتك، أرهقناك وأتعبناك بالأسئلة. فوعدنا الأساتذة بناء على كلام حضرتك بجلسة قريبا إن شاء الله نستكمل فيها الأسئلة المتبقية اللي بذهنهم أو ممكن أسئلة تطرق لاحقا معهم. فإلى لقاء قريب، شكرا جميعا.
شكرا لوقتك دكتور، شكرا لحضوركم، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا، يوم يعني ليلتكم سعيدة، مع السلامة. مع السلامة عليكم. مع السلامة دكتور، شكرا جزيلا.